وبس. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شازني. صباح الخير عليك يا بسانت. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بيقولك إذا غضبت المرأة وتعصبت فتش عن الرجل. وأنا مالي؟ ممكن تكون متعصبة لأي سبب تاني غيري. مش معنى أنا يعني جايين لي ليه؟ أنا إيه علاقتي بالموضوع؟ تجيبوني من على الرف اللي أنا مالي؟ مثلاً أنا راجل كافي خيري شري وقاعد في جنبه وما بتكلمش، يقول لك فتش عن الرجل. طب أنا عملت إيه؟ هو على كل يعني هو طبعاً من المعروف إن أي علاقة زوجية ما بين اتنين لا تخلو من الشد والجذب والعصبية والكلام ده كله. لكن ايه دور الزوج في الموضوع؟ يعني ليه دايما الزوج هو المتهم بانه هو اللي عصب الزوجه؟ ما لقيت عصبت لوحدها، ما جايز يكون في اي سبب تاني. هي في حاجه بالمناسبه، احنا في بعض الاوقات والله فعلا ما بنبقاش عارفين احنا عملنا حاجه تعصب اصلا او تضايق. يعني في حاجات احنا شايفينها عادي جدا وفجاه تلاقي المراه متعصبه والزوجه متعصبه منها بطريقه صعبه جدا. طب هي متعصبه ليه كده؟ فالموضوع ده بيكون ليه خلفيات بقى. يعني الموضوع ده لما تلاقي الموضوع كده بيكون ليه خلفيات. على كل سؤالنا بيقول ايه اسرع طريقه لتهدئه المراه لما تكون غضب؟ شوف بسنت بقى لما بتتعصب بتحتاج ايه عشان تهدى؟ مش عارف. لا هو على مين بتحتاج كتير. طيب هو اصل هو في اسباب يعني فاهم، في خليني اقول حاجه حقيقيه انه ساعات بيبقى السبب ممكن ما يبقاش واقعي او يعني ايا كان أو بقى او يستاهل، لانه احنا كلنا بنمر بضغوطات في يومنا. يعني يومنا بيبقى مليان حاجات كتير، فممكن ساعات كتير اقل حاجه صغيره تبقى سهله ان هي تخلينا اسرع في حته الغضب او نتعصب بسهوله جدا من اقل حاجه بسيطه. لما نبقى محتاجين مساعده مثلا من الشخص اللي معانا ونلاقي شويه انه مش حاسس انه قادر ان هو يساعد دلوقتي، فنبتدي ان احنا نتعصب ونتنرفز ونكبر الموضوع. لكن بيبقى اكيد في سبب. يعني انا ما بحبش كلمه انه دي الستات بقى ايه لما بتهب منها بقى والكلام ده، انا مش بحب كده، لانه حقيقي حقيقي بيبقى في سبب. احنا او طبيعه الست عامه ربنا سبحانه وتعالى خلقها حساسه اكتر، منفعله اكتر. ده تكوين المراه زي ما تكوين الرجل بيختلف تماما، وليه التكوين بتاعه اللي مطلوب من الست ان هي تتعامل معاه. زي ان هو محتاجه ان هي تطبطب عليه في اوقات معينه، هو مش هيطلب ده، بس هي كأنثى محتاجه ان هي تبقى فاهمه ده. هو كمان محتاج ان هو كرجل يفهم ان هي اوقات كتيره جدا بتبقى حساسه زياده عن اللازم، في ساعات كتيره يومها بيضغطها فبتبقى ممكن تتوتر مش عارفه تعمل ايه فتتعصب فتقوم خناقه من ولا حاجه. يعمل ايه بقى الراجل في السيتويشن ده او في الموقف ده لما يلاقي دينا من خبراتك بقى؟ اول حاجه ما تجادلش. خلاص عدي اليوم. هي قالت لك انا زعلانه او متضايقه من حاجه، بتتكلم معاك في موضوع معصبها ولاقيها مكبره، اقول لها انا السبب عادي؟ يعني مش انا السبب. اسكت يعني، اسمعها خليها تتكلم. طب ده بيولع الدنيا. انا مش عارف انا متعصبه وانت ساكت. ما انت بتسمع، انت بتسمعها وانت مش ساكت ومتعصبه. لو لا انت مش متعصبها. يعني لا انت، انا عارفك انت هتبتسم. مش هبتسم. اللي بعد خطوه 2 خلاص. لو حسيت، خليك واقعي، لو حسيت ان انت فعلا ممكن يكون عندها نقطه يعني فيها نوع من انواع ال عندها حق مثلا. اتاسف معلش، حتى لو انت شايف نفسك مش حاضر، لان الكلمه دي عامه عند راجل بتبقى صعبه شويه. كلمه انا اسف بتبقى صعبه شويه. فلو حسيت انه هي عندها حق بسيط اعتذر، ما فيهاش اي مشكله خالص. لا عدي يومك، عدي الموقف، زق معايا اليوم. بالظبط وخلاص. وهي كمان لما تكون انت متعصب من ولا حاجه، على فكره يعني معلش الرجاله في يوم اجازاتهم بيخترعوا حاجات برضو، خلينا نبقى متفقين. فالست ساعتها هنا برضو بتتحمل حاجات. ايه عايزين؟ اكله معينه عايزين نتفنن؟ لا يعني مثلا فين الزرار، فين المسمار، في اي حاجه. التلج مش ساقع ليه؟ بالظبط. التلاجه ما بتسقعش ليه فعلا؟ فلو انت حسيت ان انت مخطئ اعتذر واسمع. اهم حاجه ان انت تسمع. ممكن تسالها بعد ما اعتذرت وقعدت شويه، طب انت متضايقه من ايه؟ انا ممكن اساعدك ازاي؟ ليه يومك متلخبط؟
طبعا انا ما بتكلمش هنا بقى على الستات اللي كل يوم عندها مشكله، لا انا بتكلم عن الست اللي عندها مشكله كل فين وفين، انما مش اللي هو كل يوم انا متضايقه من حاجه يلا نتخانق. بصراحه ده حاجه صعبه جدا. تجنب بقى اي لهجه سلبيه وانت بتتكلم مع مراتك في اللي هو ايه، جميل. طب ما انت عملتي مش عارفه ايه من كام يوم. طب بس احنا نسمع ونهدي، وزي ما بتهدي كده ايه نصايح استاذه بسنت. اسمعوا مني، حط الكابشن نصايح استاذه بسنت. اسمعوا مني. طب هو انا الكلام اللي قالته ده جميل جدا، بس هو كلام برضو خلينا واقعيين، كلام نظري. لانه طب انت بتعمل ايه؟ هقول لك انا بعمل ايه. بس هي بشكل عام الست لما بتتعصب هي هتفضل متعصبه، يعني سواء سكت هتفضل متعصبه. والله قلت لها حقك عليا، هتقول لك يا سلام بقى مع كل العصبيه دي انت جاي تقول لي حقك عليا، انا اسف انت بتسكتني. حتى لو كنتش بتسكتها انت بتسكتني، مشيت وسبتها انت سبتيني وانا متعصبه، جيت كلمتها وهي متعصبه هتقول لك انت بتكلمني وانا متعصبه وانا مش ناقصه ومش عارف ايه، فهتكبر الموضوع اكتر. يعني من الاخر هي ست مش هتهدى وهي متعصبه. شاذلي ما تطلعش اشاعات. المشكله في حاجه كمان يا بسنت، المشكله في طريقه التعبير عن الغضب. يعني ممكن تكون حاجه بسيطه لكن في كم غضب ونرفزه وهي بتتكلم كبير قوي. طب ليه ده الموضوع بسيط مش مستاهل اصلا ده كله؟ يعني ممكن نتكلم بالراحه وتلاقي الدنيا عدت. يعني بس عارف ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى تراكمات لحاجات تانية. هي مش عايزة بقى انا اشيل التراكمات ليه؟ منك، ما هي تراكمات منك، بتبقى في حاجات تانية مضايقاها منك. هي صغيرة. انا عملت كل ده؟ انا معقول عملت؟ طب كمل. وايه مش مصدق. بالنسبة لي مثلا ممكن يعني انا بسكت. ساعات بنفعل مع الحدث واوقات كتيرة بسكت لان انا مش ماليش علاقة بالموضوع، مش طرف اصلا. انا مش طرف، فلاقي نفسي داخل في مشكلة مش هي المشكله. واوقات بنسيب المشكله الاساسيه ونبتدي نتفرع، ودي بقى مصيبه كبيره جدا. نكون بنتكلم في موضوع وهو ده مشكلتنا، فتلاقينا عمالين نتفرع وماسكين في فرع بعد 3 4 فروع كده وعملنا منه مشكله ثانيه، فسيبنا المشكله الاساسيه. طب ما احنا عندنا البلوى اللي احنا فيها دلوقتي نخلصها وبعدين نبقى نروح للفروع الثانيه، فتلاقي الدنيا بتروح كده. فاوقات كتيره بسكت كتير. لكن هو بشكل عام يعني المرأة، اتكلم بقى بجد دلوقتي، فعلا بتحتاج لتقدير. بمعنى لو خصصنا او انت خصصت يوم لزوجتك مثلا، وقت في اليوم لزوجتك ده مهم جدا ايا كان الوقت ده مدته قد ايه، لكن هتقعد مثلا انت معاك 24 ساعة في اليوم، هتقعد نص ساعة فقط تقعد تتكلم معاها عن اليوم كان ماشي ازاي، عملت ايه، ولادك عملوا ايه في المدرسة، اخبار صحتك ايه، تتكلم معاها عن اخواتها، عن والدتها، تبتدي تقعد تتكلم وتدردش معاها وتفتح معاها في كلام. هي هتلاقيها خرجت كل اللي جواها والموضوع اتلم. يعني هي نص ساعة، ودي نكتب عليها نصايح شاذلي للمتزوجين، فهي نص ساعة ممكن الموضوع يتلم في كلمتين كده. وبرضو من الحاجات المهمة جدا اللي الناس بتغفلها تقدير الزوجة، تقدير الزوجة قدام الناس. يعني هو كده كده طبعا في طبعا ما بين أي زوجين زي ما قلنا في حالات من الشد والجذب بتكون موجودة في أي بيت، باب مقفول عليهم بينهم وبين بعض، لكن مهم إن الحاجات دي ما تطلعش بره. مهم ان حتى ما يبانش طبعاً عليهم ان هم متعصبين او متخانقين او حاجه قدام الناس. وفي نفس الوقت تقدير الزوجه قدام اهلها وقدام اهلك كمان لازم تعمل حساب. اعتقد ان الحاجات اللي بتفرق عند طبعا الناس كتير. طبعا طبعا. لو انا يعني انا بالنسبه لي لو في مشكله الدنيا والاخره انا ما انساش لا تنسوا الفضل بينكم. ما ينفعش ان احنا يوم ما يبقى في بينا مشاكل نطلع قدام الناس نتكلم، او انا اروح مع صحابي اتكلم، او هو كمان يروح قدام الناس او الاهل. انك تدخل اصلا اي حد في مشكله حتى لو كانت كبيره دي بالنسبه لي مش مقبوله تماما. حاجه بتبوظ اي حاجه كويسه بين اي اتنين حتى لو صحاب. الموضوع هنا بيبتدي يبقى يقلب بسخافه شويه. التقدير لحجم المشكله، انك تتكلم وتسمع وتقدر، وكلمه انا اسف ده حتى لو انت مش غلطان. على فكره في ساعات حاجه اسمها كريدت بيتبني، رصيد بيتبني بين اتنين، حتى لو الدنيا انه مش هتقف عند المشكله دي، انتوا لسه في بينكم عمر مشاكل كتيره ومشاكل كتيره جايه، مشاكل كتير وحاجات حلوه كتير كمان. صح. ف يعني worth it. يعني مهم ان احنا هي لما تعصب ولا ما تقومش واحنا حته الكبده كده خلينا قومي شباب بالظبط عشان نتعشى وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه بعدها. هتقول لك ساعتها خلاص بقى. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، ايه اسرع طريقه ممكن تهدي بيها زوجتك لما تكون غضبانه؟ ده سؤالنا الموجود في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا شرف ونعرف منها اجابتها على سؤال الحلقه النهارده، وكمان اخبار الطقس ايه النهارده. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا بسان. صباح الخير يا شادي. صباح الخير صباح دينا. السعاده والتفاؤل. بتهدي ازاي؟ الست لما بتكون غضبانه بتهدى من كلمه طيبه، كلمه واحده والله بنرضى بيها.
مش الله مقتنع. عليك يا دين. انا شايفه شاذلي مش مقتنع جدا بالنسبه انا مش مقتنع بس خليني اقول لكم حاجه، احنا عندنا حالتين، لو الست غضبانه وانت غلطان بالفعل قدامك ثلاث حاجات لازم تعملهم. اول حاجه ان انت تحتويها، تاني حاجه ان ما تقللش من غضبها ومن زعلها، تالت حاجه لو انت اعترفت ان انت غلطان هتهدى على طول، لكن المكابره واسلوب قلب الترابيزه ده بيعصبها اكتر وبيخليها غضبانه اكتر. حاله ان هي اللي مش غلطانه وهي بس ممكن ضغوط الحياه والمشاكل والتراكمات اللي جواها مخليها بتتلكك على حاجه صغيره، برضو حاول تراضيها، لان هي في كل الحالات كائن رقيق جدا جدا ومحتاج ان هو يتعامل بلطف واهتمام وحنان، هيكون يعني زي الفل، ما تقلقش منها خالص بالعكس. لكن المكابره هي اللي بتعصب وبتكبر المشكله اكتر واكتر. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء. الطقس هيكون نهارا حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء، لكن في نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه بيكون مثير رمال والاتربه على المناطق المكشوفه. كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على السلوم ومطروح والضبعه. درجه الحراره في القاهره النهارده 35، واعلى درجه حراره هتكون في الوادي الجديد 39، واقل درجه حراره في كاترين 28 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. هنبدا مع حضراتكم بالاحداث المهمه اللي حصلت امبارح، ومنها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركه سكاتك النرويجيه، وكمان متابعه الملفات والمشروعات الخاصه بقطاع الكهرباء والطاقه المتجدده والتيسيرات والحوافز اللي بتقدمها الدوله لجذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه في هذا القطاع. كمان هيكون معنا النهارده نفي الحكومه للشائعات اللي ترددت بخصوص اجبار ائمه الاوقاف على جمع صكوك الأضاحي، أيضا إعلان وزارة الداخلية عن منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة سنة داخل فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة باعتباره واحد من قطاعات الاستثمار الواعدة في مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الملفات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وقال رئيس الوزراء إنه فيه اهتمام كبير بقطاع الطاقة، وإن الدولة بتتيح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الواعد وتعظيماً لما تمتلكه من مقاومات وإمكانيات. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن دي كلها شائعات، وإن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري بيتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار أو فرض أي جزاءات عليهم. امبارح أعلنت وزارة الداخلية عن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لغير السياحة قابلة للتجديد لمدة 6 شهور أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. طبعا بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فتم إطلاق أنشطة المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في كفر الزيات في الغربية، وأيضا تنفيذ مشروع السوق الحضري بجرجة في محافظة سوهاج. كمان في المنوفية تم الانتهاء من حملة تحصين الماشية بعد تحصين 376 ألف راس، ومحافظة بورسعيد دعمت بناء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه. وأخبار تانية كتير من المحافظات أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أحداث كتيرة امبارح حصلت في المحافظات، منها إعلان محافظة أسوان عن توريد 73% من إجمالي المستهدف توريده من القمح بواقع حوالي 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
في البحيرة تم البدء في أعمال إحلال وتجديد 3 كباري بنطاق 3 مراكز بالبحيرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 8,395,000 جنيه، وده في إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها نظراً لأهميتها البالغة في عملية التنمية الاقتصادية. في الغربية شهدت المحافظة انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده من خلال عدد من أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي المنفذة داخل القرية، إلى جانب مشروعات المبادرة اللي هيتم تنفيذها بقرى مركز كفر الزيات. في الدقهلية قام فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد بمناظرة 1407 حالة خلال إبريل الماضي، من بينهم 144 حالة جلدية و136 بتخصص البطنة و113 حالة بالقلب والأوعية الدموية. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن دعم إنشاء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وتم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسؤولة عن الإنشاءات، وده لأهمية النادي المصري لأبناء بورسعيد. في الأقصر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان شراء صك الأضحية بالتقسيط. الحملة بتستهدف التيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك. في سوهاج بيتم تنفيذ أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجة بمنطقة المزلقان الأوسط على مساحة 2000 متر مسطح بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية. في بني سويف أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمنطقة بياض العرب الصناعية، وبتتضمن وظائف مراقبي كاميرات وأفراد أمن وعمال مخزن. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على أهالي مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة، وهتستمر القوافل لمدة يومين. في المنوفية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة 376,161 رأس من الماشية والأغنام. أسرع طريقة لتهدئة المرأة عندما تكون غاضبة، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. عندنا تعليقات كثيرة قوي. خلينا نبتدي بأستاذ أحمد الجوهري اللي بيقول صباح الخير على الجميع، مفيش أحلى من الكلمة الحلوة وهدية ذهب لو أمكن، أنت كده تاخد 10 من 10 ونجمة كمان. توفا والله. الله عليك. هديك نجمة. محمد ربيع بيقول صباح الخير عليكم، أهديها بكلمة حلوة أو كلمة طيبة، لازم نقعد نتكلم مع بعض، وبعدين عزومة حلوة تنسى أي تعب ليها، الست محتاجة الحنية والحب والأمان. الله عليك. مسز محمد بتقول يا سيدي ده ممكن يدور على طريقة يعصبني بيها. ماشي أستاذ محمد. مسز محمد يعني ما هو أستاذ محمد بقى اللي بيعصبها. أوكي. مصطفى الهادي بيقول الحنية والطبطبة أكتر حاجة ممكن تجبر بخاطر المرأة. أستاذ أبو رحمة أحمد العبادي عرف إجابة السؤال في كلمة لربع، يعني أسيب لها الفيزا. برافو عليك. لا سيبها متعصبة أحسن. أستاذ أبو محمد أنور بيقول فلوس. تمام. سناء ثابت إني أرى قرآن وصلي وصباح الخير. صباح الخير عليكي، وإحنا كمان بنحبك قوي. هي بتهدي نفسها بنفسها. من دبي أرسل لكم التحية طه عمر بيقول محاولة تهدئة الزوجة إما يكون بالكلام بحنية أو بوعود ولو وهمية، لا ده أنت كده بتعلي أكتر، أنت بتصعب مش بتهدي يعني، أو بهدية ذهبية أو سفرية، لو بيختار حاجات رايمنج يعني وهمية هدية ذهبية سفرية، فإن لم تهدأ وكانت مفترية يبقى تتكلم مكالمة تليفونية مع صديقة فتخشى من زوجة تانية. وجهة نظر برضه. بيولع الدنيا. بقولك مش بيهدي خالص. يا أستاذ طه، أستاذ أحمد الشرشبي بيقول كن خير من يستمع لها، ساعدها وساندها في مشاكلها وهمومها، حاول أنك تكون ليها الزوج والحبيب والصديق، هتشعر بقيمة اهتمامك بيها، وده هيجعلها تظبط أعصابها، تظبط أعصابها يعني عندما تشعر بالغضب. وصباح الخير يا مصر. يعني أكرم. كلام حلو برضه. أكرم الجوكر بيقول بقول لها إيه ده أنت خسيتي وبقيتي رشيقة يا قمر ما شاء الله. برافو برافو عليك. أستاذ أحمد حسني مش بتمشي مع كل الناس برضه بس أنا.
اصل يعني في ناس مش بتصدق يعني لو انا عارفه ان انا ما خسيتش خلاص انا عارفه ان يعني اصل ايه اللي في نص الخناقه انت خسيتي هعمل ايه سيبنا نتخانق وبعدين بالظبط استاذ احمد حسنين بيقول في حاله الغضب بنبعد شويه عن بعض ونعمل اي حاجه تانية وبعد كده نرجع عادي كان شيء لم يكن واهم حاجه ما نفتحش موضوع النقاش غير لما يكون الجو هادي وقابل للنقاش على فكره ساعات كتيره قوي بجد بتبقى الست محتاجه تهدى يعني لو الموضوع كبير يعني هنا بقى بنتكلم في كارثه يعني شفتك بقى زي ما استاذ طه كان بيقول بتكلم احدى الصديقات في حاجه حصلت تقعد مع يعني خلاص هي ساعتها مش عايزه تسمع حاجه خلينا نهدى عشان الكلام ما يجيبش بعضه فنكبر الموضوع قوي ساعتها سيبها فعلا تهدى بعد كده بس خليك جنبها يعني ما تنزلش تخرج وتسيبها متعصبه كان في مره موقف كده حصل انا شفته يعني ده حصل انا حضرت الموقف مش حد حكى لي بتقول له انا مش طايقاك بس خليك جنبي يعني واحده بتقول لجوزها انا مش طايقاك بس خليك جنبي احتياطي محدش عارف اللي جاي ايه يعني ياسمين مطر بتقول بيسكت ويسيبني ويمشي لحد ما اهدى لوحدي وبعد كده ببدا انا اتكلم وبعدين الامور بتمشي عادي عامه امور البيت عايزه الهدوء عشان نعدي لبعض وما نقفش على لوحدي كلامها منطقي قوي كويس قوي يعني قوي استاذ حسن باسل الحسيني بيقول اكتر طريقه ست بتهدى بيها هي الاكل تروق عليها وهي غضبانه او متضايقه علاء هارون بيقول نخرج ناكل اكله حلوه بره ونشرب عصير اجيب لها هديه حلوه عشان تسكت كل ده انا بعمله فعلا كل خناقه مع بعض نعمل ايه في الستات دول نروح فين منهم ده واضح ان هو شاف كتير يعني طب ما خلاص طالما الموضوع مكلف قوي بالنسبه لك كده استاذ علاء يعني نلم الدنيا بدري شويه يعني قبل ما توصل لخناقه وعصبيه وكده لا يعني بيقول لك كل مره فيها خروجه وفيها هديه كل وفيها خناقه بجد انا بقوله لم الدنيا شويه ده مكلف استاذ احمد عبد الرحمن غانم بيقول زود المصروف والله تحبك قوي برافو حلو الموضوع ده الرجيم اللي انت ماشيه عليه ممتاز ممكن توصفيه اكيد راح توصف وتنسى الغضب ده وليد عبد رب استاذ جمال مختار بيقول للغضب اسباب وكل سبب ليه علاج والاحسن في الزمن الحالي ان المراه تتعامل مع المشاكل بحسها الرقيق المرهف الخائف على كيان الاسري في مجتمعنا الشرقي وما تغضبش الرجل ولا تغضب والرجل يغضب ان هي يعني ما تغضبش الرجل يغضب فالمأذون يبقى جاهز يعني يعني بص هو الموضوع يعني نسبي وصعب يعني لما حد بيبقى متعصب ما نقدرش نقول له هدي نفسك مش هيفكر ساعتها بقى في البيت والمجتمع يعني صحيح عايز يفرغ الغضب ده احمد عنتر بيقول الفلوس فعلى ما يبدو ان دي مراته اللي ردت مورا بتقول بتكلم عن انهي امراه بالظبط حضرتك استاذه ديور محمد بتقول احسن هديه ورده بتعبر عن كل حاجه حلوه صباح الورد مصبح عليكي طب دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا ايه افضل طريقه لتهدئه المراه في حاله الغضب في انتظار تعليقات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء والطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد لكن بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء في النهاردة كمان نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية بيكون مثير رمال والأتربة على المناطق المكشوفة كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح والضبع تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فندم احنا عندنا أهلا بحضرتك عندنا ارتفاعات حوالي 5 درجات عن المعدل اللي بقالنا فترة فيه من امبارح للنهاردة ده أسبابه إيه وهل يا ترى كمان دي موجة ارتفاعات ولا درجات الحرارة دي هتبقى خلاص بالنسبة لنا المعدلات الطبيعية بالفعل يمكن اليوم في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات بالأمس بنسجل عظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار وده بسبب ان احنا هنتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية كتل هوائية جنوبية غربية الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها بالشكل الكبير مع منخفض جوي موجود على الصحراء الغربية فبالتالي هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وإحساسنا بالطقس هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة
على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، بالإضافة كمان أن في ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات الليل. بدأت درجات الحرارة فترة الليل تتجاوز 20 درجة مئوية. درجة الحرارة متوقعة إن شاء الله خلال الليلة اللي جاية تكون 23 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى. فأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية فترة الليل وفترة الصباح الباكر. بالإضافة كمان إحنا بنقول كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية معها نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة. فنشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إثارة الرمال والأتربة. فاليوم هيكون في أتربة ورمال مثارة في أغلب محافظات الجمهورية، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، وطبعا يعني خاصة في الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد سواحل الشمالية محافظة الوادي الجديد. كمان اليوم متوقع أن يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي قد تكون رعدية أحيانا وممكن تصل لحد المتوسطة على بعض الأماكن من مطروح والسلوم والضبع، ممكن تتقدم لأماكن من محافظة الإسكندرية لكن بصورة أقل. ارتفاع درجات الحرارة متوقع أنه هيكمل معنا كمان لحد يوم الثلاث ويمكن حتى نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، لكن إحنا ذروة الارتفاع هتعتبر اليوم، يعني اليوم من 35 دي أعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع. غدا وبعد غدا هتكون 33-34 درجة مئوية، مع يوم الأربعاء هتكون 31-32 درجة مئوية. وبصفة عامة إن درجات الحرارة بدأت تتجاوز 30 درجة مئوية دي هتكون السمة الأساسية خلال الأيام القادمة، والأجواء الحارة خلاص تدريجيا نبدأ نحس بالأجواء الصيفية. فمهم جدا اليوم وإحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، وبقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منان غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. لكن خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 35 الصغرى 23، عاصمة إدارية 35-21، إسكندرية 31-21، العالمين الجديدة 31-20، مطروح 29-19، دمياط 29-20، بورسعيد 29-21، إسماعيلية 35-22، السويس 34-21، العريش 30-18، كاترين 28-10، طابق 32-20، حلايب 31-24، شلاتين 33-23، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 33-23، الفيوم 37-22، بني سويف 37-22، الوادي الجديد 39-22، أسيوط 32-17، سوهاج 38-23، قناة 38-24، الأقصر 38-23، وأخيرا أسوان 38-24. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، لكن في ارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ، وكمان في النهاردة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة. نخلي بالنا من ارتفاع درجات الحرارة ونخلي بالنا كمان لمرضى الجيوب الأنفية بسبب الأتربة والرمال. هرجع مرة تانية لشازلي وبسانت عشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا زينة. دلوقتي جمعنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة واللي تخص الجلسات النقاشية للمحور السياسي في الحوار الوطني، وكمان افتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب في محافظة الجيزة. كمان النهاردة هيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة، وفي مباريات مهمة في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالحوار الوطني هيواصل جلساته النقاشية بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وهيناقش المحور السياسي قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج على لجنة المحليات، وكمان جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. وبتضم لجنة الأحزاب السياسية في موضوعاتها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. كمان تضمنت موضوعات لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية. النهاردة هيتم افتتاح سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وده في إطار خطة المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية. السوق الجديد بيعد أحد أهم المشروعات التنموية اللي بتنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية اللي بتعوق الحركة المرورية، وبيضم 143 باكية بيعية ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتيريا لخدمة المترددين عليه.
النهاردة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أعلن أنه هيتم تسليم 4 عمارات تضم 96 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعده مع مباراتين في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود الساعة 7 المغرب، الساعة 9:30 بالليل هيلتقي غزل المحلة مع بيراميدز. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة. هيلتقي ويست هام مع ليدز يونايتد الساعة 3:30، والساعة 4 هتكون مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، والساعة 6 مانشستر سيتي مع تشيلسي. لما نيجي نتكلم بقى عن لعبة الاسكواش، فإحنا الحقيقة يعني ملوك هذه اللعبة، ومش بس في المنطقة، إحنا على مستوى العالم كله عندنا أبطال في كل الفئات العمرية. عشان كده البطولات اللي بتتلعب في مصر بتتلعب على أرضنا، هذه البطولات بيكون ليها أهمية كبيرة جدا يا بسام. حقيقي، ومن ضمن البطولات دي يا شاذ دي بطولة براعم الاسكواش اللي تحت 9 سنين برعاية الاتحاد المصري للاسكواش، والبطولة دي بتكون هي بداية الطريق للنجوم اللي بنشوفهم بعد كده بيحققوا تصنيفات عالمية. تحت رعاية الاتحاد المصري للإسكواش أقيمت فعاليات نهائي البطولة التنشيطية للإسكواش تحت 9 سنين، وده بعد بطولة استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 60 ناشئ وناشئة من مختلف المحافظات. المشروع ابتدى شهر 8 2022، عملنا تقييمات، شفنا كل الولاد، ابتدينا نسجل الولاد معانا، ابتدينا نقيم، نطلع الريبورتات بتاعت التقييمات اللي يصلح ان هو يلعب منافسه، يعني عملنا لستة باللعيبه دي اللي لا يصلح او لسه محتاج استعداد او تاهيل، اعاده تاهيل. كنا بنعمل جولات كل 45 يوم او شهرين بنروح تاني نعمل تقييم، اعاده تقييم للولاد، بحيث اللي بيجهز بناخده معانا في المنافسات. بحب السكواش عشان هو مهم عندي، وانا عايزه اكمل لحد يعني انا اللي وقف واقول انا عايزه اقف لا، وكمان انا بحبه جدا، مش هقدر اوقف حتى لو خدت المركز ال20 برضو مش هوقفه، هفضل مكمله لحد ما اخد المركز الاول. هي بتحب اللعبه ولازم تشترك طبعا في بطولات، هي دلوقتي تحت 9 سنين ورسمي هندخل قريب جدا، فبدل ما تتصدم بالواقع لازم يبقى ليها تجربه قبل كده، وده بالظبط نفس اللي هيحصل بعدين. كابتن محمد صلاح بصراحه ادهم فرصه ان هم يتاهلوا لحاجه ما يتصدموش بيها مباشره، يعني فدي حاجه فكره كويسه جدا اصلا. انا كنت بحب الاسكواش ودي اخر بطوله ليا، وانا فرحان ان انا اعمل انجاز قبل ما اطلع السن، وانا فرحان ان انا خدت اول، يعني وكان نفسي احقق حلم من زمان اخد بطوله الجمهوريه. فكره ان الولاد بيمارسوا رياضه مهمه بانتظام دايما، هو ده الاهم، هو ده المكسب، هو ان احنا نقدر نعدي بيهم الفترات الصعبه الحرجه اللي بتبقى في شخصياتهم وفي حياتهم، هو ده الاهم وهو ده المكسب. فانا كان بالنسبه لي كنت بشجع على ممارسه الرياضه، وجربنا الاسكواش وجربنا لعبات قبلها. اكتر لعبه هو حبها او قدر يكمل فيها او عشان يقدر يدينا فيها قدام، هو اللي احنا ادينا له فيها الاستمراريه، والحمد لله يعني النهارده بياكد تفوقه ان هو ماشي كويس، فتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر. انا قررت العب سكواش عشان وانا صغير كنت بس بلعب لعبتين، بعدين دخلت سكواش عشان اللعبه الثانيه ما كانتش مهمه قوي عندي، بس سكواش كنت بحبها فدخلت اجرب، بعدين عجبتني وكملت فيها. البطوله دي انا بشوف ان هي من اكتر البطولات اللي بتجمع عدد لعيبه من كل المحافظات في مصر، فطبعا الولاد بتحتك بكل طريقه اللعب وبيكسروا الرهبه بتاعه الماتشات، نفسيا كمان بتفرق معاهم جدا ان هم ياخدوا ثقه في نفسهم، ولما يخسروا يأوفركم الخساره، ولما يكسبوا ان هم يبقى عندهم مبادئ حلوه. بقى لنا حوالي 1.5 سنة تقريبا، هي بدأ يعني 1.5 سنة بس، يعني مجهود رهيب طبعا، ويعني الحمد لله يعني بصراحه عجبتني، يعني حتى اتغيرت خالص شخصيتها اتغيرت، كل حاجه اتغيرت، انا مش عارف اوصف الفرحه اللي انا فيها بصراحه. فرحه كبيره يعني، وتعب بيتوج في ماتش في ماتشات في تعب كبير يعني الحمد لله. وبتتربع مصر على عرش التصنيف العالمي للعبة الإسكواش من حيث البطولات على المستوى الفردي والفرق، وتعتبر بطولات الناشئين فرصة كبيرة لإخراج جيل جديد يقدر يمثل مصر في المحافل الدولية. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.
زي ما كان شاذلي بيقول احنا ملوك اللعبه، يعني عندنا طبعا يعني اللاعبه الكبيره جدا جدا نور الشربيني اللي فازت للمره السابعه في تاريخها ببطوله العالم للسكواش او كاس العالم للسكواش، وهي في الحقيقه عندها 27 سنه بس. يعني عندنا أبطال كبار جدا جدا في لعبة الاسكواش. خلينا نروح للعبة تانية ونتكلم عن منتخب مصر للمصارعة اللي حقق كمان مستويات متقدمة جدا وإنجاز كبير جدا في البطولة الأفريقية للمصارعة واللي تم تنظيمها في دولة تونس الشقيقة، وقدروا أن هم يحصدوا عدد كبير من الميداليات في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية كمان مختلف أعمارهم. حين النتائج المبهرة دي للمنتخبات الوطنيه للمصارعه على مستوى الناشئين والشباب والكبار كمان في هذه البطوله بتعكس المجهود الكبير اللي قامت بيه البعثه المصريه والتطور المهم اللي حصل في رياضه المصارعه في الفتره الاخيره. إنجاز رياضي كبير حققه منتخب مصر للمصارعة بعد حصوله على كأس البطولة الإفريقية للمصارعة بدولة تونس لعام 2023 وحصد عدد من الميداليات. وحصل المنتخب المصري للمصارعة الرومانية كبار على 9 ميداليات مختلفة، 5 ذهبيات و3 فضيات و1 برونزية، كما حصل المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة على 8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين. وحصل لاعبو المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة على 9 ميداليات ذهبية. وبالنسبة للمصارعة النسائية فقد حصل المنتخب المصري للمصارعة النسائية كبار على 4 ميداليات مختلفة، ذهبية واحدة وفضيتين وميدالية برونزية، في حين حصل المنتخب المصري للمصارعة النسائية تحت 20 عاماً على 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية. وحصل المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة سيدات على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين. وأقيمت البطولة من يوم 15 وحتى 21 من مايو الجاري، وتتضمن مختلف الموازين على صعيد المصارعة الرومانية والحرة والسيدات بالإضافة إلى المصارعة الشاطئية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من او عن انجازات البعثه من الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعه. صباح الخير على حضرتك، منورنا. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ سامي، اهلا بيك يا فندم. يعني عايزه الاول اقول لك الف الف مبروك على التالق الكبير اللي شفناه في البطوله، يعني شرفتونا فعلا. والله احنا اللي بنبارك لحضراتكم ولمصر كلها ان الانجاز اللي اتعمل دوت انجاز باسم مصر كلها، الحمد لله. الحمد لله. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك اجمالي اللي حصده المنتخب من كؤوس وميداليات. والله احنا شاركنا السنه دي في البطوله الافريقيه، هي مش بطوله، هي يعتبر 3 بطولات لانها بطوله افريقيا للناشئين وللشباب وللكادت، كل مرحله ليها 3 انواع اللي هي المصارعه الحره والرومانيه والنسائيه. احنا غالبا يعني تربعنا على عرش المصارعه الافريقيه، او مش هنقول تربعنا، احنا رجعنا من جديد نتربع على عرش المصارعه الافريقيه، واحنا كنا بدانا الخطوه دي من الموسم اللي فات ووصلنا فيه لمستوى كويس جدا بعد ما كان انخفض المستوى المصارعه على المستوى الافريقي بالنسبه لمصر والنتائج. النهارده احنا بدانا بالناشئين وحصدنا العديد من الميداليات، الذهب والفضه والبرونز، وكنا بننال اعجاب دول افريقيه كلها، وده حصل فعلا الموسم اللي فات. وطبعا ده يعني احنا ماشيين بسياسه كويسه برعايه النشأ، وزاره الرياضه بتساند بالمشروع القومي الموهبه والبطل الاولمبي، عندنا قاعده كبيره قوي من الابطال. مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا موجودين في كل محافظات مصر من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها عشان نكتشف المواهب وندور على افضل العناصر ده، وده اللي بان في البطوله من النتائج الكويسه اللي ظهرت زي ما التقرير اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي. عظيم. دكتور محمود، عايزين نعرف من حضرتك برضو عدد الميداليات اللي خدناها في الثلاثه، في الحره والرومانيه والنسائيه. احنا تعدينا 56 ميداليه في الثلاث انواع، لاننا احنا شاركنا بعض اللعيبه، في بعض اللعيبه شاركوا معانا في مراحل الشباب والناشئين، احنا خدنا لعيبه مميزين شاركوا معانا في الشباب والناشئين، في بعض اللعيبه شاركوا معانا في النوعين الحره والروماني، فاحنا تعدينا توتال الميداليات 56 ميداليه. هايل. طيب يعني ازاي كل فرد قدر ان هو يعني يستعد ويجهز نفسه لخوض البطوله، يعني بطوله كبيره زي دي كل بقى واحد من اللعيبه كان بيعمل ايه من المتسابقين؟ والله احنا 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 طبعا عملنا البطولات المحليه عندنا، اخترنا منها افضل العناصر، بدأنا نعمل معسكرات داخليه،
بدأنا نشتغل على الأولاد دول وننتقي منهم أفضل حاجة عندهم. مش عايز أقول لحضرتك مدى بقى الروح القتالية عند الأولاد ديت وعند أولياء أمور إن هم يعملوا حاجة وإن هم يعملوا نتائج كويسة. كانت مبهرة بالنسبة لنا. يعني الموضوع إن الأولاد كلها كانوا فعلا رجالة شرفونا. كنا لما نطلب من الولد انه يلعب في نوع او نوعين كان بيشارك وبيرحب وبيأدي بشكل كويس قوي، ودي كانت يعني يمكن سر النجاح. ان حب الولاد ان هم يقدروا يعملوا لمصر نتيجه كويسه تشرفنا وتشرف مصر كلها. يعني ايه يا فندم يشارك في حاجتين، في الرومانيه مثلا والحره ينفع؟ يعني احنا كنا عشان طبعا عدد البعثه، انا عشان اسافر بعثه كامله من اللاعبين لازم اسافر ب 90 لاعب لان انا عندي 10 موازين في كل نوع. فعشان اشارك بعثه 90 لاعب التكلفه كانت بتبقى كبيره قوي، فكنا بنحاول ان احنا ناخد افضل العيال المميزه انه يلعب في نوعين، حر او روماني، او ولد يلعب سنه يسمح شباب وكبار او ناشئين وشباب. تمام. احنا لو المساله مساله دعم فقط فاحنا محتاجين نزود الدعم شويه عشان نزود عدد الابطال، اعتقد انه ده في مصلحتنا كمان. والله انا مش عايز اقول لحضرتك احنا بالفعل وزاره الرياضه الفتره الاخيره ده الدكتور اشرف صبحي طبعا انا بوجه له كل الشكر والتقدير، لاني الدعم اللي بتلاقيه الالعاب الفرديه بشكل عام والمصارعه بشكل خاص دلوقتي دعم كبير قوي ما شاء الله. احنا بقى عندنا بنوفر كميه من الدعم كويسه جدا لعمل المعسكرات الداخليه والخارجيه ومشاركه في البطولات، ودي حاجه يعني عاوز اقول هي نقلتنا طفره ثانيه ان دلوقتي بيتوفر الدعم المادي والمعنوي بشكل كبير الحمد لله. يمكن الدكتور اشرف صبحي كان مع الاولاد الفريق الكبير قبل السفر لتونس بيوم بيدعمهم وبيشد بازرهم في المركز الاولمبي في المعادي، ودي طبعا كان من ضمن الدعم المعنوي الكبير قوي للولاد. هايل. طيب ايه ابرز المواجهات الصعبه اللي قابلت اللعيبه او ابطال المنتخب في مختلف الاعمار؟ يعني هل في مثلا مواجهات معينه مع منتخب معين كانت صعبه شويه؟ احكي لنا على التحديات دي. احنا طبعا كنا كان في منافسه قويه جدا في المصارع الروماني ما بيننا وما بين الجزائر، ولان الجزائر كانت الفتره الاخيره دي كانت بدات تتربع او تاخد مننا ميداليات ذهب كتير افريقيا، لكن الحمد لله بعض المواجهات الكبيره جدا في المصارعه الرومانيه. يعني احنا طبعا كيشو رجع على مصر تدريج من جديد، محمد ابراهيم طبعا بطلنا الاولمبي وفاز على اللاعب الجزائري بشكل كويس، عندنا سمر حمزه على اللاعب النيجيريه واللاعب النيجيري مصنفه عالميا فازت عليها في النهائي، عندنا عمرو رضا فاز على النيجيري. احنا المنافسه بتبقى قويه جدا جدا ما بيننا وما بين نيجيريا في المصارعه الحره، ما بيننا وما بين الجزائر في المصارعه الرومانيه، لكن الحمد لله احنا اكتر من بطل عندنا تفوقوا وبشكل كويس جدا على ابطال موازينهم، وكانت المنافسات قويه جدا جدا ما شاء الله، والحمد لله الحمد لله نحمد ربنا على كل نتائج كويسه اللي وصلنا لها. عظيم. هل نقدر نقول ان احنا مستعدين لبطوله العالم القادمه في اوزبكستان واللي بتؤهل لاولمبياد باريس 2024؟ احنا مستعدين لكل بطولات العالم اللي جايه ان شاء الله. وباذن الله نوعدكم ونوعد مصر ان احنا يكون عندنا ميداليه واثنين وثلاثه في الاولمبياد الجايه باذن الله ان شاء الله. طب بتشجعوا اللعيبه ازاي يا فندم ان هم يفضلوا عندهم نفس الشغف خليني اقول عشان يفضلوا فعلا مكملين لغايه البطوله الجايه؟ والله احنا انت عارفه ان حضرتك احنا لعبتنا لعبه موازين، فاللاعب لازم يبقى محافظ على ميزانه ومخسس بشكل مستمر عشان يحافظ على ميزانه، وفي نفس الوقت يتمرن باحمال تدريبيه عاليه عشان يقدر يرفع لياقته بشكل كبير جدا. احنا بنقعد مع الولاد طبعا، الولاد دلوقتي حاسه بكيان، حاسه يعني ايه مصر، حاسه يعني ان هو بيعمل حاجه كبيره باسم مصر، ازاي مصر دلوقتي العالم كله بيشاور لها. لازم يكون قد المسؤوليه ديت. احنا بنقعد معاهم كتير بصراحه وبنتكلم معاهم في الحته ديت، و يمكن احنا موفرين حتى دلوقتي تخصص نفسي معد نفسي للولاد بيقعد معاهم كل فتره عشان يأهلهم نفسيا للمشاركه في البطولات دي. الف الف مبروك ليكم وبتمنى لكم كل التوفيق، وعليكم طبعا دور كبير يا فندم الاتحاد طبعا انه يفضل مخلي فيه روح التنافسيه دي لدى ابطالنا. كل الشكر ليك الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعه. شكرا ليك. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير، لافتا إلى ما تتيحه الدولة من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وشهد اللقاء استعراض جهود وزارة الكهرباء في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة. تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة. بعث محافظ البنك المركزي حسن عبد الله برسالة ترحيب لجميع المشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، ونقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركين في الاجتماعات التي تستضيفها مصر للمرة الثالثة. وخلال كلمته أشار عبد الله إلى توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام، مؤكدا أن اجتماعات العام الحالي تأتي خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو العالمي وارتفاع التضخم وتزايد التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية ومخاطر أزمة الديون بشكل كبير، وذلك في العديد من البلدان، معبرا عن تطلعه إلى المشاركة الفعالة لجميع ضيوف مصر والعمل على تقديم فرص حقيقية وقابلة للتنفيذ من أجل التغيير. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان توقيع اتفاقية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وذلك لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، لافتا إلى أنه يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع. أعلنت روسيا أنها سيطرت بالكامل على مدينة بخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه نتيجة للأعمال الهجومية بدعم من المدفعية والطيران اكتملت عملية السيطرة على المدينة. وذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ قوات بلاده بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة بخموت. حذر نائب وزير خارجية أوكرانيا من استنفاد ميزانية الوزارة بحلول أكتوبر المقبل، وأكد أن الوزارة ليس لديها تمويل كاف، مشيرا إلى تطلعه لدعم الوزارة بزيادة تمويلها، حيث أنها تعاني من عجز في التمويل بنسبة الثلث تقريبا. وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. ما هي أسرع طريقة لتهدئة المرأة عندما تكون غاضبة؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على السؤال. محمد هاني بيقول: المرأة منبع الحب ومصدر الحنان، إذا أحببتها أعطتك قلبها، تكن لها قلب تكن لك دقاته، من يحبك لا يخذلك ولا يبكيك ولا يتركك وحيدا ولا يكسرك، فقط من يحبك. تحيا مصر وصباح الفل. من يحبك بقى يا أستاذ محمد؟ من بقى؟ أستاذ مصطفى زكي بيصبح علينا صباح الخير على حضرتك. وجهة نظري أن زي ما الراجل ليه حالات بيكون عصبي، الزوجة بتستحمل وبتديله أعذار ضغوط الحياة، هي كمان لازم تحس دايما بدعم زوجها وأنه بيستحملها. الست عليها ضغوط زيها زي الراجل، الراجل عليه ضغط الشغل والمصاريف، هي كمان عليها دور كبير في تربية الأولاد وأمور المنزل، فلازم صحيح. على الراجل لو راجل بيستحمل ويحاول يلاقي حاجات
تخرج مراته يعني من العصبيه اللي وصلت ليها نتيجه اي شيء. بنتكلم يعني في نفس النقطه ان احنا ايه يكون في تفاهم يكون في تحمل يعني. بس جميل ان احنا بصراحه احنا شايفين تعليقات كتير من رجال كتير يعني متفهمه وفي ناس متهوره زي الاستاذ عبد الرحمن غانم بيقول زود المصروف فمراته دخلت قالت له صباح الفل استاذه فاطمه ابراهيم. الله استاذه فاطمه قول لنا هو تهور يعني وحب يشارك يعني قول لنا كده يا استاذه فاطمه ايه الاخبار. استاذ اشرف مصطفى الدمرداش بيقول خد لك ساتر وقول يا ساتر اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيك. واضح ان الموجة عاليه قوي. عزه يحيى بتقول صباح الفل على ناسنا الحلوين انا بقول الاحتواء والاهتمام والتقدير والتعاون ومثالنا الاعلى والاعظم والقدوه الحسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. استاذ حسن ابازه بيقول اسرع طريقه هي الكلمه الطيبه لو ما ينفعش نجرب الفلوس. ايه الموضوع ده؟ ايه موضوع الفلوس ده يا جماعه؟ ايه موضوع الفلوس؟ إيه؟ لا مستغربه انت جدا والله حاجه غريبه. الاستاذ حمدي عبد العليم بيقول الصمت. طيب عامه دي كانت مجموعه من تعليقاتنا او تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده ولسه مكملين معاكم اكيد استعراض بقيه اجاباتكم. لكن دلوقتي هنروح لموضوع تاني ونروح لمحافظه او ست محافظات حدوديه بمشاركه شباب من هذه المحافظات. تم تنظيم الملتقى الثقافي ال11 لشباب المحافظات الحدوديه اهل مصر واللي عقد بالعريش بمحافظه شمال سيناء بهدف تعريف الشباب والقاء الضوء على المشروعات التنمويه في ارض سيناء العزيزة في مختلف المجالات وده بعد عودة الأمن والأمان ليها بفضل تضحيات أبنائنا المخلصين. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن ملتقى أهل مصر وفعالياته في العريش من الأستاذ أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمنارة. صباح الخير عليك يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ وسام. يا أهلا بيك. طبعا بكل تأكيد هو ملتقى مهم للغاية أن يكون فيه موجود شباب من محافظات مختلفة لمعرفة ما يحدث وما حدث بالفعل على أرض العريش، لكن عايزين نعرف ما هو برنامج أهل مصر، عايزين نفهم عنه أكتر. برنامج أهل مصر هو برنامج يعني رئاسي تطلقه الهيئة العامة تطلقه وزارة الثقافة بقيادة الأستاذة نيفين سويلم، الأستاذة نيفين سويلم وبيشرف عليه الأستاذ المخرج الكبير الأستاذ هشام عطا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأصول الثقافة. البرنامج في دورته ال 11 المره دي كان احنا اطلقناه في 10 اماكن قبل كده في 10 مواقع من المناطق الحدوديه يعني كنا في الاسمرات واسوان ومطروح والغردقه وبورسعيد وولاد الجديد ودمياط وسيوه والاقصر كانت اخر دوره. اما المره دي فكان ليها مكانه خاصه وحيثيه خاصه لانها في ارض سيناء الحريره طبعا بعد الاحداث اللي كانت بتتم فيها. احنا البرنامج بيضم 15 شاب وفتان من كل محافظة حدودية من المحافظات اللي أنا ذكرتها دي بالإضافة إلى 10 إلى 15 برضو من القاهرة بهدف دمجهم مع بعض ورفع روح الولاء والانتماء لديهم وتعريفهم أماكن سياحية. يعني ما بيقدرش الأبناء حلائب الأبناء حلائب وشلاتين إن هم يروحوا سيوة مثلا وما بيقدرش الأبناء الوادي إن هم يروحوا أسوان. فإحنا من هنا بنعرفهم برضو الأماكن السياحية بنعرفهم مصر كلها شكلها. بيبقى موجود معانا 100 شاب وفتاه منهم بنشارك معاهم بيشاركونا في كل حاجه بنعمل لهم ورش فنيه. الورش دي بيكون برضو الهدف منها اساسا ان هم يتعلموا صنعه. انت عارف حضرتك البطاله بتبقى في وقت من الاوقات موجوده فاحنا طبعا دي بتقيهم من دوت بنعلمهم الصناعه وازاي الحرفه اللي بيتمكنوا منها يقدروا يستفيدوا منها ويفتحوا باب رزق ليهم جديد حتى لو في بيته في مكان صغير جدا يقدر يعمل ورشه جلود صغيره خالص يقدر يعمل طرق على النحاس يقدر يعمل الديكوباج. الحاجات دي بتتباع والحرف التراثيه والبيئيه بقت يعني حاجه مهمه جدا دلوقتي بتتباع. حضرتك يمكن اتكلمت عن ان انتوا قد ايه العريش كان ليها طبع خاص عامه. طيب هل كان اختيار العريش حافز انه او الامن والامان ورجوع الامن والامان مره تانية العريش كان حافز لكم لاختياركم هذه الواجهه تحديدا؟ طبعا يا فندم. احنا معالي وزير الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني كانت موجوده الاسبوع اللي قبل اللي فات في العريش في احتفاليه العريش وكان الهدف الاساسي ان احنا نخش بقى في الوقت دوت علشان نقول نوجه رساله لكل اهالي مصر وكل العالم ان احنا نعمل العريش امنه مطمئنه ولادها يعني في 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 انتظار كل مصر انهم كانوا محرومين من اقرانهم في مصر. بجد احنا عشنا اسبوع هناك
ما شفناش غير الخير كله من اهالي العريش، ما شفناش غير الامن والامان. يعني ربنا يخلي جيش مصر ويخلي شرطه مصر اللي فعلا خلوا العريش امنه مطمئنه وفي استقبال الناس كلها. الاهالي كمان يعني متعطشين، في حاله تعطش للبرامج الثقافيه والفنيه وخلافه يعني من كل الجهات. عظيم. استاذ احمد، الهيئه العامه للقصور والثقافه ازاي بتستعد لتنظيم حدث زي ده؟ وعدد الشباب زي ما حضرتك ذكرت، ازاي بيتم اختيار الشباب اللي بيشاركوا في مثل هذه الفعاليات؟ احنا بنختار الشباب المتردد اللي بيترددوا على قصور الثقافه علينا في المحافظات، وبيكون في بعض النقاط الاساسيه في اختيارهم او الشروط الاساسيه في اختيارهم، فاحنا بنجهزهم قبلها طبعا شهر او اكثر من شهر. احنا طالعين وهنعمل برنامج بتاعنا، بيكون واحد اثنين يعني بنديهم الاحداث بتاعتنا هنعمل ايه، والزيارات الزيارات بتاعتنا، واحنا طبعا بنتقابل جميعا في المكان اللي احنا بنروحه، بنقعد في اسبوع. بتعرفوهم اكتر طبعا عن ثقافه المكان اللي انتوا رايحينه والانشطه الموجوده هناك؟ طبعا بيتعرفوا على ثقافه المكان، بيحصل عصف ذهني ما بين الشباب الموجودين معانا. حضرتك ما تتخيلش لما يكون ورشه فيها ابن حلايب وشلاتين وفيها ابن مطروح وفيها ابن سينا، في الاخر يطلعوا لي منتج واحد بايديهم، هم اللي عاملينه، هم اللي صانعينه بايديهم، دي في الاخر بتبقى شكلها ايه. احنا المره دي كمان كنا في سينا، زرنا الشيخ زويد، عملنا زياره للشيخ زويد. الناس هناك كانت في حاله يعني مش مصدقين ان احنا موجودين معاهم، قابلونا بترحاب غير طبيعي. الطريق كان مقفول من الشباب والاهالي اللي كانوا بيرحبوا بينا واحنا داخلين في الشيخ زويد، بنعمل لقاء في قصر ثقافه الشيخ زويد، وشاركوا معانا بالفعل. احنا 125، فوجئنا ان القاعه مثلا فيها حوالي فوق ال 300 مش عارفين نقف، محدش عارف يقف، محدش عارف، ويعني كلهم كانوا بيشاركوا معانا بروح حلوه بمحبه، وفعلا اطلقوا برضو رساله، يعني ارسلوا رساله من هناك، تعالوا الشيخ زويد، تعالوا شمال سينا، احنا متعطشين ليكم، احنا انتم وحشنا واحنا وحشينكم. مصر جميلة جدا. وجميل كمان ان انتوا تدمجوا بقى الشباب دي كمان في محافظات تانية، يعني تاخدوا من الشباب دول تودوهم محافظات تانية وشباب المحافظات التانية يروحوا لهم، بحيث يبقى في دمج ما بينهم وما بين بعض، وممكن كمان خلينا نقول نقل الثقافات او نقل الانشطة ما بينهم وبين بعض هيبقى مفيد جدا جدا ليهم، لانه فعلا احنا وحشونا اهل العريش واهل الشيخ زويد، اكيد ان احنا نشوفهم اكتر من محافظات مختلفة. بالفعل يا فندم، ده بيتم بالفعل يا فندم. احنا دايما اولاد العريش بيشاركوا معانا في كل المنطقات اللي فاتت، بس احنا ما كناش قادرين نخش العريش، ودي كانت اول مره لينا ان احنا نخش سينا، فكان ده حدث بالنسبه لنا، كان ليه حيثيه خاصه جدا جدا لدخولنا بقعه عزيزه من ارض مصر على ارضنا. عظيم. استاذ احمد، حضرتك اتكلمت عن الفعاليات اللي بتقام في هذا الملتقى تواجد الشباب، وزي ما كانت بسنت بتتكلم التقاء الثقافات ببعضها البعض، لكن عايزين نعرف منك ايه ابرز الموضوعات اللي كانوا بيتناقشوا فيها الشباب؟ يعني بكل تاكيد وهم قاعدين مع بعض بيفتحوا كلام، بيتكلموا في موضوعات، بيتكلموا في مشاريع، فايه ابرز الموضوعات اللي كانوا بيتكلموا فيها؟ ابرز الموضوعات اللي كانوا بيتكلموا فيها الشباب واللي احنا اتكلمنا فيها معاهم يعني كانت المشروعات اللي بتطلقها الدوله للشباب، المشروعات اللي بتجهزها الدوله للشباب. اتكلمنا معاهم في كذا موضوع تاني، مناهضة الإرهاب، تغيير الفكر، حضرتك مكافحة المخدرات والإدمان والمخدرات. اتكلمنا معهم في مجموعة كبيرة، كل يوم كنا بنتكلم في موضوع جديد يمس قضية مهمة من قضايا الشباب، كنا يوميا وحتى أثناء الورش وهم شغالين كان بيبقى في معانا دكاترة بيقعدوا يتحدثوا معهم وهم شغالين في الورشة، بيتحدثوا معاهم، بيعملوا عصف ذهني في موضوع ما من الموضوعات اللي بتهم كل فرد. يعني حضرتك بدل ما كنا يعني غير ان احنا كنا بنجمعهم كلهم في مكان واحد ونديهم ويبقى في معاهم لقاء، لا كنا كمان بنشوف القضايا اللي خاصه بكل واحد. يعني الورشه مثلا بيبقى فيها 15 او 17، لا دي على صغير بقى، فاحنا كنا بنقعد معاهم انت مشكلتك ايه وانت بتعاني من ايه في مكانك، بتعاني من ايه في مكانك، وكان بيتحدثوا معاهم الدكاتره والاساتذه اللي كانوا موجودين معانا في الملتقى. يعني عظيم. كل شكر ليك يا فندم استاذ احمد يسري، مدير عام ثقافه الشباب والعمال بالهيئه العامه لقصور الثقافه، شكرا جزيلا لحضرتك.
نروح لمحافظة المنصورة. معروف أن كلية الطب في جامعة المنصورة من المؤسسات الطبية المهمة في مجال زراعة الكبد، عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال. عشان كده الجامعة في مدينة المنصورة احتفلت امبارح بإنجاز 1000 حالة زراعة كبد في مركز جراحة الجهاز الهضمي التابعة للجامعة. هنتعرف طبعا على هذه المجهودات من خلال هذا التقرير. كان حلما وأصبح حقيقة، ولو لم نكن نحلم ما كنا وصلنا إلى هذا. البرنامج ما جاش من فراغ، وفي الأواخر التسعينات ظهرت أمراض في الكبد، تليف، لا جراحة لا تجري به، ففكرنا في إنشاء وحدة زراعة الكبد أو برنامج زراعة الكبد. هذه الوحدة أو هذا البرنامج قائم على الأسس الأخلاقية والعلمية العالمية. ما يحدث في طب المنصورة نتاج وزراعة سنوات طويلة من العمل المتصل. هذه الكلية اللي عمرها دلوقتي 60 سنة بدأت من اللحظة الأولى تبذل أقصى جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، ومن المجالات اللي كانت دايما نصب عيوننا من البداية مجالات زراعة الأعضاء. زراعة الكبد بدأت في العالم كله في فترة نهاية التسعينات، وبدأ عندنا في المركز في سنة 2004. فتخيل حضرتك أنت التطور السريع، أن في خلال 4-5 سنين التفكير بل البدء بل التنسيق والبدء لزرع الكبد. النهاردة السيد الوزير بيكرمنا لتحقيق زراعة 1000 حالة من متبرع حي. هذا العمل الدؤوب اللي فيه فريق جميل قوي مصر على تحقيق ذاته بيعمل هذا الإنجاز الجميل والإنجاز العظيم ده من 2004 ل 2023 في خلال 19 عام. متبرع لأخويا من سنة 2012، بقى لي 10 سنين. الحمد لله. يعني أنا أولاً بشكر كل القائمين على 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 عمليات الزرع كلها، من عند فنيين التمريض لحد الأساتذة والدكاترة. ماما حست إن أنا ضعيف وبطني عالية، فراحت عملت لي تحاليل، راحت كشفت عليا، فالدكتور طلب منها تحاليل، راحت عملتها فلقيت السفايح بتتكسر، فالدكتور قال لها روح على مستشفى الأطفال. ماما اتبرعت لي واماني بقت حلوه الحمد لله. ادم كانت جات له فتره كده ان هو شكله متغير، يعني اكلنا كويس وكل حاجه بس مش باين عليه حاجه، فروحت اعمل له تحاليل واشعه وكده، قالوا ان الطحال بتاعه متضخم، فالدكتور حولنا على مستشفى الاطفال، فضلت فيها تقريبا يجي شهر عما وصلوا ان عنده بتاع تليف في الطحال مولود بيه. قالوا عادي ما تقلقيش، وفي حالات زرع عاملين قبلكم يجي 3-4 اطفال تقريبا اصغر منه كمان. فلما رحنا ولقينا يعني وضع مطمن كده والناس كويسه والاطفال ما شاء الله رحنا شفناهم كويسين، اشتكينا ان احنا نعملها دلوقتي عشان ما يكبرش اكتر ويتعب. انا طبعا دخلت المستشفى في حاله كوما، وقعدت حوالي 7 ايام فاقد الوعي تماما ولا اعرف انا فين. وبعدين لما فوت قبل ميعاد زرعي بيوم واحد بدات افوق واعرف انا فين، بس طبعا كانت حالتي كانت صعبه جدا. يعني مصر السنة دي بتشارك في فعاليات الدورة 18 من بينالي فينيسيا الدولي للعمارة، وده من خلال معمل المستقبل نايل لاب، واللي بيعتبر نتاج تعاون مشترك ما بين جامعة عين شمس وجامعة ميديترينيا راجيو كالابريا بإيطاليا. عظيم طبعا. عايزين نعرف أكتر عن بينالي فينيسيا والمشاركة المصرية من المهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري والمشرف على جناح مصر بينالي فينيسيا. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين اكتر عن بينالي فينيسيا وايه هي اهميته العالميه. طبعا بينالي فينيسيا للعماره من اهم المحافل الدوليه في مجال الفنون، بيبقى دوره سنه بتتم للبينالي للفنون، ودوره السنه اللي بعدها بيبقى للعمارات. في يعني دول كتيره جدا بينالي دولي، مصر هي الوحيده اللي تملك جناح دائم في البينالي. احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري بنعمل على ان احنا نطرح مسابقه دايما للمشاركه المصريه ببينالي فينيسيا. السنه دي كانت الدوره عن معمل المستقبل، وده التيمه دي بتطرح من اداره البينالي
طرحنا المسابقة وشارك فيها العديد من شباب المعماريين المصريين، فاز فيها مجموعة متميزة من جامعة عين شمس عبارة عن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى الخريجين من الكلية في تخصصات مختلفة. ودي أهمية البنالي، بنالي العمارة بيطرح دايما فكرة فلسفية، والسنة دي كان معمل المستقبل مقصود أو مختبر المستقبل إزاي العمارة هيكون لها تأثير في المجتمع في المستقبل. الموضوع اللي تقدم وفاز هو نايت لاب، لقينا طبعا نهر النيل من هو شريان الحياة، وأفضل حاجة إن إحنا نعمل عليه دراسة مستفيضة في مجموعة محاور. المجموعة اللي فاز وقدموا دراسة على محاور الطبيعة اللي متأثرة بالنيل، الزراعة، العمران، البنية التحتية، الآثار اللي مطلة على النيل. وفاز المجموعة وبدأنا في إعداد الجناح في القاهرة، ثم شحن العمل للمشاركة في فعالية البنالي، والبنالي افتتح يوم 19 بدور معالي وزير الثقافة. والحمد لله لغاية النهاردة، يعني النهاردة التقارير بتقول إن في إقبال جيد جدا على زيارة الجناح والتعرف على الأبحاث اللي اتقدمت، لأن السنة دي أول مرة يبقى في مشاركة من الباحثين المصريين وجامعات كتيرة. في أكثر من 18 جامعة شاركة بدراسات حوالين الثمان محاور اللي احنا قلناهم، ازاي رؤية كل جامعة ازاي تعمل مجموعة بحثية انها تدرس محور الزراعة على محور الآثار على النيل. وبالتالي السنة دي هو معمل فعلا للإفكار والحلول الفنية والدراسات والأبحاث حوالين المجموعة اللي انا قلتها. طب انا لو انا فاهمه صح من حضرتك ان احنا هنا النهارده بنتكلم عن المستقبل، العماره والمستقبل، صح؟ اه بالظبط. طيب النايل لاب ازاي هيحل مثلا مشاكل ليها علاقه، او لو العماره هتتاثر بالمستقبل باي بقى عوامل خارجيه بتاثر عليها، هل في حلول مستقبليه اللي بيقدمها النايل لاب في الفنالي؟ بالظبط، يعني هو المحاور في اطار بحثي بتدرس، لو اتكلمنا مثلا عن محور التعامل مع العمران حوالين مسار النيل، ازاي يبقى في ريجوليشنز معينه تحمي طبيعه النيل، الجزر النيليه اللي موجوده، ايه الافكار اللي ممكن تحافظ على البيئه المحيطه بنهر النيل في المستقبل، وفي نفس الوقت تحقق خدمات للمستخدمين. وبالتالي كل محور من دول بيعمل دراسات وافكار ازاي نتعامل الافضل طرق للزراعه حوالين النيل، افضل طرق للحفاظ على اثارنا وانها تبقى مصدر دخل سياحي مع الحفاظ على العمرانيه المحيطه بها. كل دي افكار وابحاث ودراسات اتقدمت في المختبر اتعرض فيه. طيب جهات كثيره شاركت بحسب ما حضرتك اتكلمت في هذا العمل حتى يخرج بهذا الشكل، دور كل جهه ايه يا فندم؟ هي طبعا احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري احنا اللي اعدنا او اشرفنا على المسابقه واشرفنا على اعداد الجناح بالتعاون مع اكاديميه الفنون في روما، الاكاديميه المصريه للفنون في روما، بالاضافه الى ان التشارك في الابحاث هي مجموعه الجامعات اللي انا ذكرتها من خلال الابحاث اللي اتعرضت في الجناح. فكل الجامعات المشاركه هي كان دورها هي العمليه البحثيه في مجال المحاور اللي احنا قلناها، لكن اعداد الجناح وتنفيذه كان بشراكه ما بين الاكاديميه المصريه للفنون بروما والجهاز القومي للتنسيق. والجناح ده فندم دائم، ومصر الوحيده في الشرق الاوسط اللي عندها جناح دائم. بالظبط. احنا شايفين طبعا صور، يعني بيميزنا، وعشان كده يعني مصر حريصه دايما انها تكون مشاركه في هذه الفعاليات. لا ومهم جدا نكون متواجدين بالفعل. وكنا شايفين من شويه كمان على الشاشه دلوقتي الشكل النايل لاب عامل ازاي، شكله زي ما بيقولوا مستقبلي او فيوتشرستك، يعني مبسوطين بمشاركه الطلبه المصريين في البنالي. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا ليك المهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري المشرف على جناح مصر بنالي فينيسيا. هنروح مع حضراتكم لمؤسسة حياة كريمة اللي أطلقت أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات، واللي بيستهدف تعزيز دور العمل التطوعي، وده بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات. البرنامج ده بيعرف الطلاب أو طلاب الجامعة على مؤسسة حياة كريمة والمشروعات اللي بتعملها في القرى وأهمية العمل التطوعي والمجتمعي، وهيكون فيه كمان ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
مؤسسة حياة كريمة أطلقت أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، وذلك للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية. البرنامج التدريبي يعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وذلك عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية، مع تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات. البرنامج يضم طلاباً من جامعات الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية، ويتضمن تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وقام فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب المختلفة حول المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة خلال مراحلها الثلاث. كما شهد التدريب تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب تحت إشراف فريق عمل المؤسسة، وتحفيزاً للطلاب على ما يطرحونه من أفكار، تعمل المؤسسة على التنفيذ الفعلي لمقترحات الطلاب الفائزة على مدار البرنامج التدريبي في قرى الريف المصري. دلوقتي نروح لفاصل ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. الحقيقة فنانين مصر ليهم بصمة كبيرة جداً جداً في عقولنا وذاكرتنا وحتى في نشأتنا كلنا كأجيال مختلفة. ولو هنتكلم عن الجيل يمكن القديم شوية ليه بصمة كبيرة جدا بسبب إيجاده لحاجات كتيرة قوي. الممثل زمان كان بيجيد مش بس لغات، لا بيجيد كذا هواية، يعني تلاقيه بيمثل حلوة قوي وبيغني وعنده سكتشات حلوة قوي. ولو هتكلم عن فنان كبير عايز أتكلم عن طبعا فنان الراحل سمير صبري اللي امبارح كانت الذكرى السنوية الأولى لرحيله، واحد من أبرز نجوم جيله، فنان متنوع المواهب، إلى جانب موهبته كان مخزن كبير قوي لأسرار الوسط الفني، كان مصاحب كل الناس، كل الناس تحبه، كل الناس عايزة تشتغل معاه، وعنده كتير من الوثائق والتسجيلات الهامة اللي احتفظ بيها طوال تاريخه. طبعا بكل تأكيد تاريخ كبير جدا من الإبداع، ومش هننسى طبعا زي ما قرأنا بداياته الفنية مع عبد الحليم حافظ لما أقنعه، كان جاره وأقنعه أنه هو مش مواطن مصري، يعني فضل سنة بيقنعه أنه هو مواطن أمريكي، وجاره وتعرفوا على بعض، ومن هنا بدأت الانطلاقة لسمير صبري. تاريخ كبير جدا في مجالات كتيرة ومتنوعة، في الغناء، في التقديم التلفزيوني، في التمثيل، في الإنتاج. في الحقيقة امبارح كان في بقى حاجة مهمة جدا، أنه كان في سبق مهم للكاتب الصحفي وائل السمري كشف عنه في صحيفة اليوم السابع، وهي مجموعة من الأوراق المهمة جدا جدا لم تنشر من قبل سمير صبري، هنتعرف عليها دلوقتي لأن هي فيها مجموعة كبيرة جدا من الأسرار. كيف كان الوسط الفني في هذا التوقيت؟ علاقة سمير صبري بالفنانين، بزمايله كانت عاملة إزاي؟ زي ما كانت بسنت بتقول كان هو الصندوق الأسود لزمايله، فبكل تأكيد كان في أسرار كتيرة جدا بينه وبين زمايله. الدنيا كانت ماشية إزاي؟ طب أجور الفنانين كمان كانت عاملة إزاي في هذا التوقيت؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها طبعا من الكاتب الصحفي وائل اللي منورنا في الأستوديو. صباح الخير عليك. أهلا بيك وصباح الخير عليك، ويعني كل سنة وأنتم طيبين. شكرا. يا أهلا بيك وأنتم طيب وبخير. أعتقد إنه الحديث عن سمير صبري يطول طبعا، لأنه تاريخ فني كبير جدا طبعًا. لكن احنا دلوقتي بصدد الحديث عن هذه الوثائق اللي هي موجوده معاك. انت عملت حمله اسمها لن يضيع، مظبوط كده؟ عايزين نتعرف على هذه الحمله، بداتها امتى وايه كان الغرض من اطلاق هذه الحمله؟ بص، هو في الحقيقه انا مهتم من زمان جدا بفكره توثيق التراث والبحث عن كل ما هو جديد في الصحافه، لان انا يعني شايف يعني عندي قاعده كده ان انا لو ما قدرتش اقدم جديد فما بعملش حاجه، يعني ما تعملش حاجه. فطول الوقت كنت بحرز على ده. عملت قبل كده سلسلة موضوعات طويلة، في ده صور نادرة لزكريا أحمد، وثائق بليغ حمدي اللي كانت عند عائلته، عملت حاجات كتير جدا بنفس المصادر اللي أنا جبت منها مقتنيات سمير صبري، جبت منها الأوراق الخاصة للدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف الكبير وغيره كتير جدا جدا. جيت في شهر 11 اللي فات فوجئت أني بعض مقتنيات سمير صبري والوثائق والأفيشات الخاصة بتاعته بتاعت شركة الإنتاج اللي كان فاتحها بتتباع في عند تجار الأنتيكات، جابوها من بتوع ربابيكيا وبدأوا تتداول. وصلت لهم إزاي أصلا؟
انا طول الوقت انا محتفظ بعلاقات معاهم بتوع الكتب القديمه، بتوع الاوراق القديمه، بتوع يعني كل الناس اللي عندها حاجات قديمه بتجيب من بتيجي من بيوت. عندي وسائل اتصال من سنين مش من دلوقتي يعني. ده بحث ده الملف بتاعك يعني. ده الملف. الاوراق دي وصلت لهم هم ازاي بقى؟ هو وصلت لهم لما تم اعلان الوراثه وتحدد ورثة سمير صبري. بدأوا الناس مين كانوا ورثة سمير صبري؟ أبناء عمومته يعني. أبناء عمومته كمان هم للأسف ما عندوش. كان في كلام عن أنه عنده ابن عايش للأسف بره. ده لم يثبت والمحكمة ما يعني ما لقيتش لي ابن ولا أي حاجة من الحاجات دي. فللأسف قالت هذه الممتلكات كلها للورثة. الورثة دخلوا جابوا عامل ورثه وجابوا لجنة قانونية ودخلوا المكتب بتاعه ويشوفوا هل في ذهب، هل في فلوس، هل في حاجات. خدوا اللي خدوه او ما خدوش مش عارف بالظبط. الكلام ده بعد كده عرفته من الناس اللي اجروا المكتب. ده اللي هيهمهم يعني. طيب والحاجات دي قالوا مش عايزينها. ايه الحاجات دي؟ انا عملت فيديو قبل كده ورحت هناك وشفت عملت الحاجات دي. عباره عن مخازن، مش مخزن واحد، كبيره جدا جدا، ارشيف ممتد عنده كده. كان فوق زي العمارات الكبيره دي كان هو عامل صنداره كده كبيره. عنده دواليب كتيره جدا جدا وارفف وحاجات حاطط عليها الدروع التكريميه اللي واخدها وحاطط فيها ارشيف الافلام اللي انتجها، ارشيف صوره، عشرات الالبومات، حاجات مهوله كل ده راح. المهم انا لما الراجل ده كلمني رحت خدت الحاجات بتاعته وفوجئت اول ما نشرت الموضوع وبينت الحاجات اللي اتباعت عند سمير صبري فوجئت بكم الحب الكبير جدا اللي الناس كانت بتحبه لهذا الرجل لدرجة ان هو يتصدر اهتمامات البحث في مواقع السوشيال ميديا والمواقع والانترنت مش في مصر بس، بره مصر، يعني اهتمام غير عادي بالموضوع. بدأت نشرت الاول المجموعة. انت اشتريتها؟ اشتريتها طبعا من مالي. حر مالك؟ من مالي خاص، كل ده من مالي خاص يعني، لان انا بعتبر دي يعني مسؤولية عندي. ولان خد بالك في الاوقات دي مفيش مجال للتفاوض يعني. انت لو تشتري دلوقتي اشتري دلوقتي او مش هتشتري. انت اشتريتها منين الاول؟ مثلا بقول لحضرتك كده في تجار بيبيعوا الاوراق يعني، بيجمعوا دول الاوراق يعني يعني تجار هم متخصصين في هذا في هذه الاوراق مثلا. عايزين اشرح لك الاستراتيجيه بتاعتي؟ لا 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 مش عايزك تشرح لي. انا بس بقى مستغربه من حاجه يعني، لم يتم التواصل من اهل سمير صبري لوزاره الثقافه خالص. هو سمير صبري كان اوصى بان حاجاته وارشيفه تروح لوزاره الثقافه، لكن للاسف وزاره الثقافه شكلت لجنه للموضوع وتعرف يعني اي حاجه احنا عندنا عايزين نموتها بنشكلها لجنه. فللاسف ما حصلش ده والحاجات اتباعت وترامب. طب عايزك تقول لي الوثائق بقى بالظبط ايه هي؟ عايز اقول لك المهم في الوثائق دي ان دي يعني اشبعتني انا، لان انا كل الفتره اللي فاتت دي وانا بجيب حاجات لسمير صبري لكن للاسف ما كانش فيها ورق، كان في افيشات كتير، كان في دروع تكريميه، كان في صور. بعد كده جبت المكتبه السينمائيه بتاعته كلها، مكتبه شرايط فيديو كبيره جدا فيها اكتر من 1000 شريط، لكن انا كنت حزين ان ما فيش ورق. انا عايز ورق، عايز خط ايده، عايز حاجه من لحم ودم. لحد ما احدى صديقاتي الاستاذه سوزان شكري الصحفيه في جريده روزا اليوسف كلمتني قالت لي يا وائل انا لقيت في حد بيبيع وثائق وعقود وحاجات وصور تخص سمير صبري على الفيسبوك واللينك بتاعه هو. هو طبعا قالت لي اللينك بتاعه هو، كنت انا بتواصل معها فورا على طول. فورا عشان تلحق زي ما انت قلت. فورا كلمته. انا فاكر حتى اليوم ده اللي انا رحت قابلته فاشتريت منه الحاجات، كان قابلته الساعه 7 وانا كان عندي تصوير الساعه 8 يعني. قابلته قبل في المدينه فرحت خدت منه الحاجات. عظيم جدا. عايزين بقى نبتدي نبص كده للوثائق ومحتويات هذه الوثائق واحكي لنا القصص، الحاجات اللي اظهرت هذه الوثائق. في الحقيقه بص يعني هو قصص ممتده وكبيره جدا وقصص يعني نشوف معاك مجموعة من الأوراق والوثائق. طبعا طبعا أنا قلت برضو يعني إحنا من الحاجات اللي إحنا عرفناها مثلا إنه الفنانة شادية تنازلت عن أغاني ليها. أنا عايز أقول لك هي الوثائق مش بس فيها معلومات فنية، دي كمان معلوماتها الإنسانية جميلة جدا، لأني أنا عمري ما شفت في حد بيعمل هذا المنهج في الإدارة بالحب. من ضمن الوثائق دي زي ما أنت بتقولي كده ده مثلا الترخيص بتاع عرض فيلم أهلا يا كابتن. ده ترخيص بقى له أزم من 40 سنة. الورقة الأصلية. الورقة الأصلية دي بالختم النسر اهو بالطوابع بتاعتها. ده ترخيص عرضها.
دي الورقة الجميلة العظيمة اللي هي يعني تحط في متحف لوحدها اللي هو التنازل بتاع أغنية يا حبيبتي يا مصر. طبعا كلنا بنشوف أغنية يا حبيبتي يا مصر وبنستمتع بيها ونشوفها في الحفلة الجميلة. الحفلة دي اللي عملها سمير صبري اللي صورها سمير صبري اللي أداها للتلفزيون هو سمير صبري. فقد إيه هو حفظ التراث بتاعنا وخدت في مقابل هذا التسجيل أو مقابل مجموعة الأغنيات دي خدت 6000 جنيه مقابل هذا التسجيل. الجميل كمان مش بس شادية ولا التنازل بتاعها. الجميل لما أنت تشوفي أما مثلا بيتعاقد على فيلم مع نجوم كبار زي نيلي زي عبد النعيم مدبولي زي سمير غانم بيتعاقد على فيلم، جرى العرف ان انت لما بتتعاقد على فيلم بتاخد مقدم التعاقد وبعد كده بتاخد دفعات منه. عمري ما شفت ابدا انك يعني النجوم بياخدوا مقدم التعاقد وبعد كده بيدوا له تنازلات عن بقيه مستحقاتهم. ده ليه؟ وبقيه مستحقاتهم ليه بقى ده الجميل في الموضوع؟ ده اللي مكتوب في التنازل. نظرا للصداقه القويه التي تربطني بالفنان سمير صبري اتنازل عن 1000 جنيه من اجل 1000 جنيه. ده الفنانه نيلي صباح الخير يا فنانه عظيمه نحبك نقول لها صباح الخير. فنانه نيلي تنازلت عن 1000 جنيه من اصل 3000 جنيه كانت واخداهم في الفيلم، يعني تقريبا تلت يعني الفلوس اللي هي هتاخدها. تلت الفلوس اللي هي هتاخدها. الصداقه كانت عامله ازاي زمان؟ ما هو اللي كنا بنقول ايه ان الوثائق دي هتكشف حاجات زمان الناس كانوا بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ شوفوا الفنانين كانوا بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ صداقه بس وعي هي قبل الصداقه كمان بتحب الفن فهي من مصلحتها ان يكون في حد واعي وفنان منتج فبتدعمه عشان يستمر ينتج عشان يبقى عنده يحقق مكسب من المنتجات اللي بيعملها او من الافلام او المسلسلات او الحفلات اللي بينتجها فيقدر يستمر فيفضل ده استثمار. يعني خد بالك ده هذا العصر. انا فاكر في لقاء للفنانه العظيمه تحيا كاريوكا كانت بتقول فلوس احنا ما بنعملش فلوس. انا كنت كل ما اكسب في فيلم يطلع لي فلوس كويسه انتج فيلم تاني على حسابي اخسر كل الفلوس وابيع صيغتي عشان انتج الفيلم فهم ده كان شغف. هو ما كانش الفكره لا مكسب. كانوا بيحبوا الموضوع. الموضوع ما كانش فلوس. انا كمان عرفت ان الفنان سمير صبري لغايه يمكن اخر ايامه كان بيعمل حلقات اذاعيه بدون مقابل تقريبا. هو طول عمره كان واهب نفسه للفن. انا عايز اقول لك لحد وفضل وهو تعبان يعمل كذا حلقه. انا شفته كنا في مهرجان اسكندريه للاغنيه شفته بنفسه وطلعت معاه. كنت يعني دايما بنروح بنتنقل من الفندق للمسرح مع بعض. شفته كان قد ايه تعبان لكن حريص ان هو طول حياته يبقى موجود في مهرجان اسكندريه للاغنيه ويقدم مهرجان فني لابناء بلده هو وعوف بيه همام اللي كانوا بينظموا المهرجان. فكان حريص جدا جدا. هو كان في منتهى حالات الضعف يعني لكن كان روحه قويه جدا وما كانش بيتوقف ابدا عن دعمه للفن. عظيم جدا. هل من هذه الاوراق ما يكشف انسانيه سمير صبري؟ في حاجات كتيرة جدا انا عايز اقول لك مش بس يكشف انسانية. هو المهم الروح اللي ما كانت موجودة بينهم. فدي روح اكيد اكيد عشان تبقى موجودة من طرف لازم يكون مقابلها طرف تاني. تمام؟ يعني انا لما اقول لك ان انا بتبرع لك باجري فاكيد انها تستحق. صح. فاهمني؟ فده الروح اللي كانت سايدة في الموضوع. اللي بيكشفوا كمان الاوراق دي هو تفاصيل الصناعه. يعني انا بشوف الضياع لو قدر لهذا الورق ان يضيع وانا واثق ان في اضعاف اضعاف اضعافه ضاعت. لكن لو انت بصيت للورق ده هتلاقي كل تفاصيل صناعه السينما في السبعينات والثمانينات موجوده هنا بدايه من التصوير الديكورات اجور الفنانين المعامل شركات التوزيع شركات الاعلان. تمام؟ كل دي الصناعه. لو انت عايز تشوف مثلا في ورقه هنا الفيلم بتاع اهلا يا كابتن اتعرض رقابيا على التلفزيون سنه 89 واترفض فتشوف الذهنيه بتاعه المنع والرفض عقليه الرقابه في هذا التوقيت كانوا بيفكروا ازاي. طبعا الفيلم لما بيتذاع دلوقتي وتمام مفيش اي حاجه فيلم كلنا شفناه وما فيهوش اي حاجه يعني. فانت تشوف مش بس الفن هتشوف الفن وهتشوف الصناعه وهتشوف السياسه
وهتشوف الذوق العام، هتشوف كنز من المعلومات اللي ما تقدرش ابدا تتجاهلها، واللي هتشعر بقد ايه احنا خسرنا لما تشوف القليل الذي تبقى. احنا عجبنا كمان العلاقات الانسانيه ما بينه وما بين الزملاء في الوسط الفني. وخلينا نتكلم عن علاقته بالفنانه شاديه اللي خليها تتنازله عن 7 اغاني منهم اغنيه كبيره زي حبيبتي يا مصر، اغنيه عايشه لغايه النهارده بنحبها كلنا. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذه العلاقه، لكن دلوقتي ميعاد موجز لاهم واخر الانباء، مكملين مع حضرتك بعد الموجز. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. واطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات التعاون مع شركة نرويجية، والتي من بينها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، وكذلك مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا السياسية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان توقيع اتفاقية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وذلك لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، لافتا إلى أنه يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع. أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 850 قتيلا و 3394 مصابا. وأشارت النقابة في بيان إلى أن 60 مستشفى توقف عن الخدمة بسبب الاشتباكات في البلاد، بالإضافة إلى تعرض 17 مستشفى للقصف و 20 للإخلاء القصري. أعلنت روسيا أنها سيطرت بالكامل على مدينة بخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه نتيجة للأعمال الهجومية بدعم من المدفعية والطيران اكتملت عملية السيطرة على المدينة. وذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ قوات بلاده بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة بخموت. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تهدف إلى البدء بتسليم مساكن دائمة للمواطنين المتضررين بالزلزال جنوبي البلاد بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية أدي يمان، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال 6 فبراير الماضي. وتعهد أردوغان بالعمل حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جيدة. تهل كوريدور anlaşmasının 2 ay daha uzatın.
ختام موجز التاسعة وعودة مرة أخرى إلى شاذلي وباسانت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. وفي الحقيقة احنا لسه مكملين كلامنا عن الراحل سمير صبري، معانا منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي وائل السمري، واللي معاه مستندات كتيرة جدا جدا وبيكشف لنا كده أسرار عن حياة الفنان الكبير. ويمكن قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك عن علاقة الفنان سمير صبري الطيبة والوطيدة مع زملائه في الوسط الفني، ويمكن ده اللي سهل عليه عملية إنتاجه لأفلام كتير ونجاح شركته انترناشونال. معاك مستند لأجور الفنانين؟ معايا مستند، مش مستند واحد، مستندات كتيرة جدا. هو يعني في عقود متفرقة، كل عقد الفنان مثلا هو قبض كام، وفي حاجات بتبقى حسابات الشركة زي مثلا ده دفتر ورقه من دفتر حسابات الشركه موجود فيه بقى كل، مش بس الفنانين، ده فنانين وديكور مثلا استاذ عبد المنعم ابراهيم، استاذ عبد المنعم مدبولي ممثل، قيمه التعاقد 2300 جنيه. فيلم اهلا كابتن بالمناسبه اللي هو اتعمل في منتصف السبعينات 75 76 الفنان اللي ممثله 3000 جنيه، احنا قلنا ان هم اتنزلت عن 1000. فنانة ثناء جميل العظيمة كانت واخدة 1000 جنيه، أستاذ كمال كريم مدير تصوير واخد 1000. خد بص بقى تفاصيل الصناعة، المكياج، الفوتوغرافيا، مساعد مصور، الإنتاج، ريجيزير، سكريبت، كل ده يعني الوظيفة بالمرتب المتعاقد عليه أو الأجر المتعاقد عليه بالدفعات اللي واخدها. نلاقي هنا بصي دفعة أولى، دفعة ثانية، دفعة ثالثة، فده مليانة تفاصيل كل ورقه بقى من ده. مش بس عن الفن، نعدلها للكاميرا استاذن حضرتك عشان المشاهدين يشوفوا معانا كده. تمام، زي ما بقول لك الدفعه الاولى الدفعه الثانيه، مئات الاوراق مش بس دي، ده كل دي كانت في السبعينات. الحاجات دي انا عايز اقول لحضرتك بتعانق تاريخ ما بقيناش ماسكينه، يعني ما بقيناش شايفينه. يعني مثلا انا من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا العقد بتاع الشاعر الكبير حسين السيد. حسين السيد اللي هو فاتت جنبنا وليه ليه يا عين عاشق الروح، هذا العظيم الكبير جدا جدا اللي عمل. فلما اشوف ورقه بخط ايده تنازل من عن تلت برضه مستحقاته لكتابه الافلام والاستعراضات، واصلا مستحقاته كانت كام في هذا التوقيت؟ 400 جنيه. طيب يعني في حاجات تانية مثلا استاذ حلمي بكر واخد 300 جنيه، استاذ جمال سلامه في موسيقى تصويريه واخد 300 جنيه. 300 جنيه يعني الموسيقى التصويريه بالتسجيل الاستوديو بتاعه، هو يديله الشريط بتاع المزيكا ملوش علاقه باي حاجه، فهو واخد 300 جنيه بكل حاجه. اسف حلمي بكر كان واخد 100 جنيه 100 وجمال سلامه كان واخد 300 330 بالظبط، 330 ما بتفرق عشان الموضوع ده. وهكذا كل بقى التفاصيل دي، منير مراد كمان كان 250 تقريبا يعني. منير مراد بالظبط، لا ارقام يعني. خد بالك احنا بنتكلم عن مين؟ منير زكي مراد. كان مكتوب كده في العقد منير زكي مراد، احنا بنتكلم عن مين؟ عن عظماء يعني. هو عظيم زي عماد حمدي كان واخد 100 في 100 تقريبا حاجه كده. كله كان نفس يعني اجور دي، احنا متخيلين هم كانوا بياخدوا طبعا القيمه الشرائيه كانت مختلفه، لكن هم في الحقيقه برضو كانوا بياخدوا فلوس قليله جدا يعني. طيب انا عايز اتكلم عن حاجه ثانيه برضو، هل من هذه الوثائق ما يكشف عن تنظيم الحفلات؟ يعني كان في حفلات بتنظم بالزبط. اختيار من يحييها، ترتيب ظهور الفنانين على المسرح بالظبط. هو من اكتر الحاجات اللي كان بيبدع فيها الصراحه الحفلات والبرامج والاداره والتنظيم والحاجات دي. ففي مثلا الحفله بتاعه الاسماعيليه اللي صور فيها شاديه اغنيه حبيبتي يا مصر، كان فيها فنانين كتير زي عادل الشاعر وغيرهم. بس الغريب بقى اللي انا لقيت في العقد بتاع هذه الحفله، لقيت ان هو كاتب على ظهرها كده تقريبا كان بيخطط لحفله تانية في 5 يونيو، السبت 5 يونيو، فبيخطط بقى يجيب نجوى فؤاد ولا فيفا عبده يجيب. وبعدين كان عندهم نظام جميل في الحفلات، حفلات المتنوعه على الاسره كلها، فلازم يقدم طرب صباح او ورده، لازم يقدم رقص فيفا عبده او نجوى فؤاد، لازم يقدم فكاهه شكوكو لاحمد غانم. احمد غانم في تشكيله كده، في تشكيله عشان كل اللي موجودين يتبسطوا. طب عظيم جدا. عايزين نتكلم بقى قبل ما نختم كلامنا معاك عن الحمله، ازاي ندعم هذه الحمله خلال الفتره اللي جايه، ودور وزاره الثقافه في الحفاظ على هذا الارث الفني؟ يعني اعتقد ان هذا الارث الفني وزاره الثقافه لابد ان هي تدعم وتكون راعي للحفاظ على هذا الارث الفني.
بص، هو في الحقيقه وزاره الزراعه وزاره الثقافه منذ بدايه الحمله يعني هي بادرت بالتفاعل معانا، وانا حاولت اتواصل معاهم في الاول، للاسف ما تمكنش، بس بعد ما نشرت التفاصيل بتاعه الحمله او بعد ما نشرت اكتشاف بيع مقتنيات سامي صبري في روبابيكيا تواصلوا معايا وعملنا الحمله بتاعه لن يضيع، ووزاره الثقافه اعلنت ان هي هتبقى الراعي لهذه الحمله. ثم بعد كده لازم الحمله يكون لها هدف، يعني في احداث بتحصل من خلال الحمله، كشفنا عن تراث الفنان المصري الكبير حسين بيكار، كشفنا ان في تراث كاتبه كبيره نعمات احمد فؤاد بيتعرض برضه لنفس المصير ونزاع قضائي بين اولادها. فكشفنا حاجات كثيره جدا. لا، ولازم يكون في، يعني في الاول وفي الاخر لازم يكون في تواصل من اي يعني ورثه لاي فنان كبير مع وزاره الثقافه، عشان في الاول وفي الاخر الفنان ده قدم فن للجمهور، واحنا الجمهور من حقنا ان احنا يوصل لنا الحاجات دي واولادنا يفضل يوصلهم، لان الافلام دي عايشه وهتعيش وهتكمل. وهي انا عايز اقول لحضرتك هو المهم بالنسبه لي مش بس ده، انا احنا لما عملنا الحمله استطلعنا اراء معظم الفنانين الموجودين، كبار الفنانين نبيل عبيد، ناديه الجندي، هاني شاكر، كبار العلماء والاساتذه والدكاتره ووزراء الثقافه السابقين، هل انتوا عندكم استعداد ان انتوا تتبرعوا باوراقكم ومقتنياتكم ومكتباتكم لوزاره الثقافه؟ مش عايزين مقتنيات شخصيه، يعني مش عايزين. انا مش يعني بالنسبه لي المقتنيات الشخصيه لو خاتم او يعني لو مقتنيات تباع وتشترى من حق الورثة. شفنا تلافت يمكن الجمهور على يمكن شراء مقتنيات طبعا الراحله سعاد حسني، فالناس مهتمه بده. لازم نعمل مؤسسه تحتوي هذا التراث، أكيد. مؤسسه علميه في المقام الاول تحتوي هذا التراث وتؤرشفه وتسجله وتحفظه لكل هذه يعني التراث ده اللي مرمي في الشارع، المعلومات الغايبه عن الناس كلها. ده جزء لازم ده اللي وصل لك، بس لازم ده جزء ده، يعني مش عايز اقول لك واحد على 1000 من اللي عندي. صحيح. واحد على من اللي عندي انا شخصيا، مش اللي فقد، فاهمني؟ فلازم يكون في مؤسسه تحمي هذا التراث وتصونه للاجيال اللي جايه. وانا قدمت مشروع باسم متحف الخالدين لوزاره الثقافه، وعدتني ان هي سياده الوزيره وكيل الكناني عظيم جدا، وعدتني ان هي تدرسه وتنفذه. كل الشكر ليك، شرفتنا ونورتنا. الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع، من بعد نرجع نكمل اخر فقره معانا النهارده، خليكم معانا. من المشكلات اللي بتؤرق المجتمع المصري والاسره المصريه بشكل عام المسائل المتعلقه بالاحوال الشخصيه. دلوقتي عايزين نتكلم مع حضراتكم عن الوصايا والولاية. التشريعات والقوانين المتعلقة بيهم كانت من القضايا اللي بتثير جدل كبير جدا، والحقيقة أنه القضية دي يمكن برزت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، تحديدا في رمضان بعد المعاناة اللي عرضها مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، اللي بيعتبر كده حجر ألقي في المياه الراكدة لتحركها. حقيقي يعني دخل لنا يعني أو فتح لنا عيوننا عن يمكن مواضيع أو موضوع مهم جدا جدا كنا نغفل عنه، موضوع بتعاني منه سيدات مصريات كتيرة جدا جدا. الأسبوع اللي فات ناقش أو ناقش الحوار الوطني المسألة دي وتشريعاتها ووجهات النظر المختلفة بخصوصها، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الوصاية والولاية ومناقشتها في جلسات الحوار الوطني. ومعنا نورنا في الاستوديو النائبة إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واللي شاركت في الجلسة، وأيضا النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وإحدى المشاركين. اهلا بحضراتكم، منورنا. يا اهلا بيك. يعني في البدايه احنا حابين نعرف اهميه مناقشه وطرح هذه القضايا. احنا القضيه دي بالذات تم طرحها ومناقشتها زي ما يمكن شاذلي كان قال، من بعد طبعا ما طرحت يعني المسلسل هذا الموضوع المهم جدا وبتعاني منه سيدات مصريات كثيره جدا، اهميه طرحه ومناقشته في جلسات الحوار الوطني ايه، وطبعا القوانين المتعلقه بيه هي. احنا كمشاهدين النهارده احنا حابين نعرف من حضراتكم القانون بينص على ايه، ايه المعاناه اللي بتمر بيها السيده. خلينا نتكلم عن المعاناه الاول كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكركم على الاستضافه الطيبه، بصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. جلسات الحوار الوطني كانت خاصة بقانون الوصاية على المال بالجزئية بتاع القانون 119 لسنة 1952، واللي بيمنح الوصاية على المال للجد
بعد وفاة الأب دون الأم، وده بيسبب مشاكل كتير طبعا في الأسر المصرية، لأن غالبا هي الأم القائمة على البيت وعلى أولادها، وهي أقدر على الرعاية وعلى أوجه إنفاقهم، وهي الأدرى بمشاكلهم. فلما بتقول الوصاية على المال الجد بيحصل تضارب ما بين الاثنين، وبتحصل مشاكل كتير جدا. وإحنا يمكن زي ما حضرتك قلتي الناقوس اللي دق بصورة مرعبة ومفزعة في رمضان الماضي كان بمسلسل تحت الوصايا، وكانت المؤلفة شيرين غالب موجودة معانا، وفوجئت إنها أرملة، وكان هذا الورق اللي كتب بحنكة شديدة وبمعاناة كلنا لمسناها في البيوت المصرية كان من أرملة للأسف. تجربة يعني. تجربة شخصية هي طرحتها على الورق، عشان كده كان فيها مصداقية. كده وصل لنا صح. بالضبط، كان فيها مصداقية غير عادية. طبعا أنا شايفة إن ده مطلب كافة الكيانات النسوية في مصر، إن إحنا محتاجين فعلا نغير القانون ده، لأنه قانون مجحف وظالم. يعني يكفي الأطفال القصر مرارة فقد الأب أو مرارة الأب. أنا هستأذن حضرتك أنه يعني هفصح عن حاجة يمكن اتكلمنا فيها، أن حضرتكم كمان مريتوا بهذا الظرف الطارئ، يعني اللي يمكن مؤلم ليكم كسيدات أن أنتوا تشوفوا أن أنتوا هو أنا ما منفعش يعني أن أنا أبقى وصية على أولادي، أن أنا أبقى فلوسهم أنا أمين عليها. فمعاناتكم ايه؟ انا حابه اعرف ده. والله المعاناه بتكون طبعا فقدان الزوج دي كارثه طبعا. او شريك العمر دي بتبقى كارثه كبرى، وكلنا يعني مراره الفقد دي مراره بالنسبه للزوج او للاطفال لا تضاهيها مراره. ولكن ظروف الحياه بتتطلب كأم ان انت بتقومي بالدورين، ان انا هقوم كأم واب بالنسبه للاطفال. بالنسبه لي يمكن الامر مختلف، لان الوصايا الماليه كانت ليا، ولكن نتيجه ان الاب كان برلماني سابق وكان عنده تركة كبيرة، فحصر التركات حتى هذه اللحظة بعد الوفاة بسنتين ونص أنا بعاني فيه. بعاني من محاولات بعض الأقارب رغم الوصايا معايا للاستيلاء على أموال القصر، ودايما في مشاكل كتيرة جدا، ولكن أنا يعني صامدين. فبالنسبة للمرأة المصرية في هذه النقطة في صعوبة بعد وفاة الأب، في صعوبة في حاجات كتير جدا، سواء في الولاية التعليمية، في حصر التركة، في المشاكل المتعلقة بإثبات أصول التركة. أحيانا بيكون في تعنت من الأقارب في إخفاء بعض المستندات طبعا. فبيطلبوا بتسلسل الملكية. طب الأم هتجيب الأوراق دي منين وتتحصل عليها منين؟ ويمكن كنت بتناقش مع معالي النائبة وتناقشنا قبل كده إن المفروض بعد قانون الشهر العقاري وبعد القوانين الميسرة للحياة والميسرة للأمور الحياتية للمصريين، إن احنا نبتدي نتعامل بطريقة أفضل، إن احنا نبتدي نتعامل بآخر مستند مع الأم. يعني احيانا بيلجأ بعض الاقارب لاخفاء المستندات الهامه حول التركه. طب احنا اخر مستند مع الام اللي تقدر تثبت بيه ملكيه الصغار لهذه اللي حصر التركه تتقدم بيه. صحيح سياده النائبه، مهم نعرف المشرع في هذا التوقيت في قانون 119 لسنه 52 مر عليه 70 سنه تقريبا، مهم نعرف المشرع كان غرضه ايه من وضع هذا القانون، استند على ايه في وضع هذا القانون. أنا أولاً بس حابة أشكر الدراما المصرية إن هي بدأت تلقي الأضواء على مشاكل واقعية. يعني أنا بقالي 7 شهور بعمل في تعديل تشريعي في قانون الولاية على المال. حضرتك كمان أرملة شهيد. أنا أرملة شهيد. وجايز كان الظريف إن أنا الشهيد عندي اسمه عادل. فالكل كان متوقع إن أنا مثلاً عشان المسلسل، لا هو إحنا بصراحة في التنسيقية بقالنا أكتر من 7 شهور. شغال على مشروع القانون ده. وبالرغم ان انا ما قابلتش صعوبات، لان انا كنت ولي على طول، ولي شرعي لان الجد متوفي، وما كانش عندي صعوبات بالعكس في الاوراق الثبوتيه وكده لان كانت معايا. بس من خلال ان انا بقالي 7 سنين بتورد على المجالس الحزبيه لاجراءات، يعني هقول لك حفاظ على اموالهم بصور قانونيه. وكان عشان تعمل الاجراء ده ممكن تخش المحكمه 6-7 مرات. زي ايه يا فندم؟ ايه الاجراءات؟ زي مثلا هقول لحضرتك، اولا حساب القاصر ده، يعني عشان بس ما نغفلش السؤال الاول، هو كانت الفلسفه، والفلسفه على فكره فلسفه التشريع ده كويسه جدا، هي يعني الحفاظ على مال القاصر. بس المشكله ان من 52 بقى لنا اكتر من 71 سنه لم يتغير هذه الفلسفه. مع بقى تغيير العصر، مع تغيير طرق الاستثمار الامنه اللي بقت موجوده، زي ما هقول لحضرتك بقى زي ايه. الحساب البنكي اللي بيحط فيه مال القاصر حساب 7% فايدة. استوقفتك كده؟ كلام طبعا. 7% فايدة. فكان كأم قاصر عايزة أنمي، فبروح أطلب شهادة بنكية، الشهادات اللي بيصدرها البنك المركزي مؤمنة.
اولا الاجراء ده بياخد معاكي شهرين. تروحي الاول المحكمه تطلبي طلب عشان يديكي اقرار، تروحي بيه البنك عشان البنك يقولك الرصيد قد كده، ترجعي تاني المحكمه تطلبي طلب من القاضي ان انا عايزه افتح شهادات بنكيه ليهم وادي الارصده اهي بدون سحب عائد، لان في حاله سحب العائد بتخشي لوكيل النيابه يسالك هتسحبي عائد ليه. طب انا ببقى بعملها دايما بدون سحب عائد، ارجع تنزل رول محكمه واستنى يحصل عليها التصديق، الرول ده بياخد شهر، وعلى ما يحصل التصديق ده بتاخديه بعديه باسبوع ترجعي تروحي بيه البنك تاني عشان تخلصي الورق هناك، وبعد ما تخلصي بتاخدي الشهادات تاني ترجعي تودعيها في المحكمه. فاللفه دي كلها في ظل ان في فرص استثماريه زي الشهادات اللي بتحصل 19% 18% وكتله 20% بيبقى مدتها شهر، ففي خسر بيضيع عليهم اموال بسبب طبعا هم اولى طبعا بالزياده دي بالظبط. وده كان من احد التعديلات التشريعيه اللي انا اشتغلت عليها، ان يقبى التعامل مع البنك مباشره الا في حاله السحب، حاله ان انا هسحب من العوائد رجعني للمحكمه ويسال انا بسحب من العوائد ليه. وده لمصلحه القاصر، يعني انا ما عنديش مشكله في القانون، انا عندي مشكله في تقادم القانون وتقادم افكار اللي موجوده طبعا. في القانون. طيب هو محتاج تعديل القانون، محتاج تعديل. انا شغال على، انا فعلا تقدمت بتعديل في جداً. المجلس. في بعض المختصين بيقولوا ان القانون ده مش محتاج تعديل، وان لا الام لا 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 لا. وان الام ممكن تروح تطلب الغاء الوصايه او سحب الوصايه من الجد لو ثبت انه غير امين. في ناس بتقول ان الموضوع ابسط ان احنا ندخل في اجراءات تعديل قانون يعني، فهل ده ايه بالنسبه لكم ايه؟ والمشكله احنا مش بنشكك في امانه حد، ولكن ازاي يكون الجد هو المعني بالوصايه والاطفال عايشين في حضانه الام، هي الاضرب باوجه انفاقهم، هي الاضرب طلباتهم، هي الاضرب باحتياجاتهم كلها. بخلاف كده ان القانون 119 صادر سنه 1952، يعني قانون بقاله اكتر من 71 سنه، وعلى فكره ده مش نتاج، ما جاش بعد ثوره 52، ده من ايام الملكيه. دلوقتي يعني ايه اجمد اموال القصر في ظل تغيرات اقتصاديه صحيح. عاصفه كل يوم. كمان كانت المراه كان في نسبه اميه عاليه بالنسبه للسيدات بالظبط، كان عدم خروج عدم اختلاط، الام ليها دور معين ما بتقدرش تتصرف. دلوقتي الامور اختلفت، مرأة في عصرها ذهب، يعني انا بنتهز الفرصه دي عشان اوجه، يعني اوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا المرأة بتعيش افضل عصورها في التمكين السياسي والاقتصادي. ازاي بكونش ولي على اولاد القصر؟ يعني ادرى من يؤتمن على القصر هي الام. لا ويعني معلش هو انا هأتمن العم او الجد مش هأتمن الام، يعني هو كم من اطفال كانوا بيطلعوا فعلا يشتكوا على وسائل التواصل اجتماعي من ظلم الاهالي، يعني ما في تضارب وبعدين في احيانا مهمه هكملها مع حضرتك برضو، هو انه الاهم عندنا ولايه النفس ولا ولايه المال؟ طبعا استأمنتها على القاصر اللي هي الروح نفسها. فانت بالنسبه لك المال ده ايه؟ وبعدين احنا في الجلسه لو حضرتك تفتكري احنا عندنا ثلاث اراء فقهيه اجمعوا ان ده احق للام عادي، وان ده اجتهاد. يعني معلش انا عندي الشيخ سعد الدين الهلالي اظن يعني علامه دينيه محدش يختلف عليه، معالي الشيخ جابر فايع، معالي الشيخ ترك، يعني كان عندي ثلاث مشايخ اقروا اثناء الجلسه ان لا، حكايه التبعيه في النقل ده اجتهاد وليس نص قراني صريح. طيب او حديث. عظيم جدا، لانه انا كان سؤالي ليكي في البدايه كده اللي هو المشارع، وانا بسالك استند لايه؟ هل استند لراي شرع مثلا؟ فحضرتك قلت ان راي الشرع بيقول انه مفيش حرج، هو اراء فقهاء مذاهب فقهيه مختلفه. لكن هو البعض بيذهب الى ان ممكن تكون السيده مثلا اكثر عاطفه بالنسبه للابناء، لا وفي حال تزوجت مثلا. لا ده دي قصه ثانيه اعتقد، في حال ان هي تزوجت، حاله زواجها بيبقى بنضبطها بالمشرع، بيضبطها على اساس الولايه. طبعا انا لا احبذ انها بعد الزواج طبعا تكون الولايه الماليه معاها، خاصه ان في زوج تاني، يعني الاهل الزوج وقتها اولى باموال ابنهم في اوجه الانفاق. ولكن في حاله عدم زواجها، وده اللي بنلمسه في الاسر المصريه وفي الظروف الحاليه، ان الام غالبا بتبقى هي المعنيه باولادها، وزي ما بنقول ان هي بتكون بترفض الزواج او الاستمرار معاهم. طيب انا دلوقتي قانون بقاله 71 سنه، مذهب فقهي لا يتعلق بالقران ولا السنه، احنا ما بنبدلش نصوص قرانيه وما بنجيش ناحيه السنه، ليه ما يكونش قابل للتغيير؟ ليه هتفضل النصوص دي جامده وصامده كده تابوهات ما بنجيش ناحيتها؟ فهو مش الموضوع ان انا بس اغير وتكون للام، ولكن لا، انا محتاجه فعلا القانون كله يتغير، وما يخص قانون الاحوال الشخصيه سواء الولايه التعليميه، الوصايا على المال، كل اوجه قانون الاحوال الشخصيه تعمل له باب كده قانون الاسره.
فاحنا محتاجين هذا التشريع يعني، وتشريع عاجل، واحنا تقدمنا بتعديل في هذا الصدد. ويعني برضو انا بنتهز الفرصه وبقول ان القوى الناعمه والدراما التلفزيونيه ليها دور كبير جدا في الوقت الحالي في تحريك المياه كده، مش بس في حكايه الوصايا على المال، ولكن في اكتر من قانون يعني. وبنتهز الفرصه برضو ان انا اشكر نائب العام حماده الصاوي، لانه في رمضان قبل الماضي كان في مسلسل فاتن امل حربي تناول قضيه التمكين، وان الست لما بتنفصل ومبلاش مكان فصدر قرار بان التمكين يصدر خلال 15 يوم استجابه لهذه الحالات العاجله. فاعتقد ان الدراما بتساعدنا كتشريعين وكمشرعين ان احنا نوجد افضل السبل ان احنا نشرع القوانين. يعني نقطه طبعا مهمه تحسب للمتحده للخدمات الاعلاميه، ان هي دايما بتنقي كده المواضيع اللي فعلا اللي بتهم دلوقتي بنتكلم عنها، الهادفه اللي بتهم المواطن المصري. يمكن انا هتكلم مع حضراتكم بصراحه، احنا ما كناش شامسين المعاناه دي بالزبط. احنا ما نعرفهاش. انا كتير كنت بشوف ناس بتكتب على السوشيال ميديا معاناتها مع امامها، معاناتها مع اهل ايا كان بقى الام او الاب، انه في وصايا فعلا على الاموال، وانه الولاد دول ولا عارفين يعيشوا عيشتهم اللي كانوا عايشينها قبل كده. يعني مش بس حصل لهم حاله فقد، لا كمان هم مش عارفين يعيشوا زي ما كانوا عايشين، يعني زي ما بيقولوا ايه، مصايب ورا بعض. طيب ايه اللي حصل في الجلسه؟ يعني هل كان في توافق ما بين كل المشاركين في الجلسه على يعني تعديل القانون؟ هو كان في توافق كبير قوي في الجلسه، وانا يعني كان احد التوصيات ان هم يدعموني فعلا في موضوع التعديل التشريعي، لان انا فعلا تقدمت بيه في المجلس وخلاص، يعني هو بس هينزل مناقشه. كان في توافق حتى من الكل ان لا، الاموال دي ما ينفعش نسيبها في وضعها الحالي، لازم نعمل صندوق استثمار لاموال القصر دول، ويبقى طبعا مدار عن طريق الدوله. يعني انا حتى كنت في التوصيات كاتبه ان هو يدار عن طريق الدوله، ويكون في نسبه للاداره، يعني حق مشروع، وكتير من الدول العربيه عملته. ده بيامن لهم حتى ان هم، احنا دلوقتي بندور على سبل حياه كريمه، فما بالنا بهذا القاصر بعد ما يطلع ويبلغ اشده، هل هيلاقي حياه كريمه بهذه المبالغ اللي مع الوقت بتفقد قيمتها، لان انا سايبها وعامل عليها ركود. فلا يعني الحمد لله الجلسه كانت موفقه جدا، خرجنا بتوصيات كتير حلوه لصالح القواصر. وجايز انا قلت في اول الجلسه كده كلمه، قلت لهم يا جماعه احنا بس عايزين نحط كلنا في عين الاعتبار ان الجلسه دي التوصيات اللي هتخرج بيها مش توصيات لحمايه مواطن عادي، احنا بنحمي الاطفال اللي ما لهمش اب. التوصيات دي هتبقى سند ودرع حمايه ليهم. صحيح، لها بعد اخر. وده كان المقصود فعلا. احنا بس هنستاذنكم نروح لفاصل، بس في نقطه مهمه جدا نحب نتكلم فيها بعد الفاصل، والساده المشاهدين اكيد اللي تعرضوا لمواقف زي دي اكيد لامسين حاجه زي دي. لو في طفل مثلا من الاطفال القصر عليه وصايا وحب يشتري حاجه مثلا، وليكن الحاجه دي جهاز كمبيوتر يساعده على المذاكره، يعني مش هنقول حاجه بقى كبيره، يعني جهاز كمبيوتر موجود في كل بيت دلوقتي. لا حاجه كبيره جدا. ايه هي الاجراء؟ حاجه كبيره جدا. واضح من الاجراءات بتاعتها. على ما يبدو ان الموضوع كبير، مش مساله حتى الرقم او المبلغ نفسه، لا الاجراءات نفسها معقدة. ممكن تعدي تعدي فتره احتياجه. طبعا محتاج نعرف التفاصيل يعني بالظبط ايه اللي بيحصل بالظبط من اول ما يحتاج الطفل ويطلب من جده بقى، ما هو بما ان الوصايا مع الجد يطلب من جده جهاز كمبيوتر، الخطوات اللي جده كمان في حال ان الجد متساهل معاه، يعني برضو دي نقطه تانية، في حال ان الجد متساهل ومستعد ان هو يعمل كده، فدي نقطه مهمه طبعا هنعوز نعرفها من حضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم. لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم عن الولايه بعد وفاه الاب، وتحديدا الولايه الماليه. الناس بتجد صعوبه كبيره جدا في ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي زي ما كانوا عايشين، او ان هم يصرفوا. والبعض شايف ان ممكن الجد يكون ليه طريقه تفكير مختلفه شويه، لا الام ما تاخدش لان عندها ميول عاطفيه، فممكن تصرف اموال الاولاد كلها، فحاله من الجدل. لكن الحوار الوطني مهتم بشكل كبير جدا بهذه النقطه عشان نجد لها حل بكل تاكيد يرضي جميع الاطراف. كنت بتكلم مع الساده النواب اللي مشرفينا دلوقتي عن البروسيس، او يعني ايه الطرق اللي ممكن نلجا لها واحنا عايزين نشتري حاجه. فكنت بضرب مثال، مثلا احنا ممكن لو الطفل عايز يشتري كمبيوتر مثلا، فقال له ده انت بتتكلم في رفاهيات كده، تعالى بقى نتكلم في العلاج لو عايز يعمل عمليه.
والموضوع صعب للدرجه دي؟ الموضوع صعب جدا يعني. بياخد اوراق كتيره يعني ممكن؟ بياخد طلبات طبعا، بتقدم بطلب للمجلس الحزبي ان لو الطفل عايز عمليه. انا بعض الحالات لجأت لي، انا استاذ قانون دولي، فوجئت ان هي الطفل عايز يعمل عمليه، لا انت بتعمليه في مستشفى حكومي، ليه تعمليه في مستشفى خاص؟ ليه المدرسه تكون تجريبي او انترناشونال او لغات، ليه ما يكونش مستشفى حكومي؟ مدرسه لانه كان كده. طب ما انا هنزله، ما هو دي مش مشكلتهم. هو يعني المفروض المعاناه للصغير تبقى مراره اليتم والفقد، وفي نفس الوقت معاناه انه بيعيش في حياه اقل من المستوى اللي هل كان. هل طرحتوا يعني نقطه مثلا انه في حال انه ايا كان بقى الام تزوجت او اي حاجه حصلت، ان الولد لازم يعيش في نفس المستوى اللي كان عايش فيه ايام باباه؟ يعني احنا بنطلع لقدام ما بنرجعش لورا، ده يعني سنه الحياه عامه، ان احنا بنتقدم، كل واحد عايز حاجه احسن في حياته، فعلى الاقل ما نزلش الاطفال دول المستوى كانوا عايشين فيه. هل طرحتوا النقطه دي، ان الاطفال يحافظوا على المستوى اللي هم محافظين عليه؟ فلو هم بيروحوا مدرسه لغات غاليه، فالجد شايف انه، وعلى فكره ده كتير بيحصل، انه الجد يكون شايف انه وليه تدفعي كل ده في المدرسه، وشايف انه هي مرات ابنه هي السبب، او هي اللي كانت زنه على ابنه انه يدخل المدارس الغاليه دي. هل في كده؟ هل طرحتوا النقطة دي للنقاش؟ طرحنا النقطة للنقاش، ولاحظنا إن في هاجس لما يعني اجتمعنا وقعدنا كقوى مدنية وأحزاب سياسية وكلنا اتكلمنا كسيدات، يعني أغلب السيدات بيعاني من هذه المشكلة، خاصة أرامل الشهداء وبعض الأرامل، لقينا إن هاجس إن الأم دي مصرفة، الأم هتتجوز، الأم غير أمينة على أولادها، رغم أن أنا بتفق مع معالي النائبة، إذا كنت اديت ولاية على النفس اللي أهم من الفلوس، إزاي أنا بأتمنها على الصغير وعلى حياته وعلى مستقبله، وعلى أن أنا أصدر للمجتمع شاب محترم يقدر يقوم بكل أموره الحياتية، وفي نفس الوقت أنا مش أمينة على أمواله. فبالنسبة لي كانت كارثة، ولقينا مشاكل كتير جدا، ولقينا قصص كتير جدا يعني، وخاصة لو كان الأولاد بنات، فدي بتبقى يعني كارثة. ما لهمش أخ ولد كمان. ما لهمش أخ ولد طبعا، بيبقى مشاركة حتى في المنزل، مفاجئ إن بعض الجد والأعمام بيشاركوا في المنزل ومصرين إنهم يحصلوا على كل ما تملكه هذه البنات ويسلبوهم حقهم في ده. وده شفنا نماذج كتير جدا طبعا. هو المفروض إنه يتم مراعاته، إنه لو بالفعل الأب سايب تركة تسمح بإن الأولاد تستمر في هذا المستوى يكملوا، اما لو ما كانش سايب ورث يسمح بحاجه زي دي، فما فيش مانع من ان هم ينتقلوا الى ده، وده ممكن يحصل حتى في وجود والدهم يعني، حتى لو كان على قيد الحياه. الموضوع بقى انا عايز اعرف الاجراءات بتتم ازاي. الاجراءات اولا بتتقدم لمعاون النيابه الحزبيه بطلب ان انا عايز اشتري كمبيوتر مثلا او لابتوب عشان الولد في مرحله عمريه معينه. طب ليه فندم؟ عشان هو دلوقتي بقى كل الشغل على التابلت. طب تمام، هتقدمي طلب بيترفع لوكيل النيابه وبنجيب الطفل يسأله، خلي بالك بقى من دي، ادخله وسط محكمه، وده اللي احنا طالبنا بيه، ان لو سمحتوا محكمه الاسره تخرج من بره المحاكم، حتى ممكن يبقى لها، لو عشان مثلا دلوقتي ما فيش امكانيه ان احنا ننقل ونعمل محاكم مستقله، يبقى لها باب خارجي. انا ما ينفعش اخش بطفل من باب المحكمه، صح. شايف اللي متكلبش، شايف اللي بتخانق مع جوزها وبتصوت، شايف اللي بتعيط على ابنها، شايف مناظر يعني انا ككبيره وبالغه وراشده بخش بتاذى نفسيا، فما بالك يعني نفسيه الطفل ده. وطريقه المعاونين يعني، احنا حتى طالبنا دوره تدريبيه للمعاونين، ما ينفعش اجيب اقول له يعني هي مامتك هتشتري لك اللابتوب ده، يعني فالولد يحس ان هو في تحقيق، فيحس ان هو في تحقيق، ويحس معلش هو دلوقتي مين قدوته في الدنيا؟ هي الام. ففجاه انا بخونك في والدتك، بقول لك هي هتشتري لك ولا محفظات كلمتين، انت متاكد؟ انت مش عارف ايه؟ الاسلوب نفسه بيخلي الطفل يبص. يعني انا كان عندي مهندس، ويعني حزنت، هو كان داخل اولى جامعه ومحتاج لابتوب ضروري، وراح هو لوالدته وخد الاجراءات وراح معاها المحكمه عشان يتسال. بيقول انا عيطت، انا عيطت ان انا عملت كده يعني في والدتي اللي هي ربتني وتعبت عليا وشقت عليا، هو ما يعرفش الست دي بتعمل ايه علشاني. هو حس ان هو حط والدته في حرج. انا سببت لك في ان انا جعلتك متهمه، وهي فعلا في ظل القانون الحالي السيده امام القضاء. طيب. او مش القضاء، عشان يعني القانون
واضح وصريح، لكن كيفيه التعامل عليه تجعلها متهمة. طيب نكمل بعد كده، هم سالوا الولد انت هل انت محتاج الجهاز ده ولا خلاص بقى بيرفع وتراءى لي، طب انا عايز بقى في حدود كام؟ جهاز ب 12 ولا ب 13 ولا ب 15؟ طب ليه ما تجيبش ابو 10؟ ويرجع ندخل تاني الخبير، طب هو انه في اجهزه بنفس السمات مثلا ممكن تكون ارخص؟ وبعدين ارجع اخد موافقه النيابه الحاسبيه ترفع قضيه. انت كل حاجه بتعملها ترفع قضيه، المسمى حتى قضيه بمحامي اكيد يعني. بالظبط. لا لا، هو على فكره هو المحاميين ما لهمش اي دور في النيابه الحاسبيه، عشان اوضح بقى. هو بس اخره يجي يكتب لك الطلب او الحاجه، لكن كده كده الواصي لازم يروح بنفسه يمضي. تمام. فانت حتى مش مديني فرصه ان اوكل حد مكاني عشان يتحرك. وعلى ما تاخد دورها بقى القضيه دي وتحكم فيها بالظبط بقى شهر شهر ونص بقى شهرين، على حسب رول القضايا اللي عندك، على حسب ازدحام المحكمه. انت طبعا كتير جدا، حتى كنا بنطالب ان يبقى في وكلاء نيابه محاكم حاسبيه بس، مش جنائي وحاسبي، عشان برضو الضغط ده هيسبب عليه تاخير في الوقت والاجراءات كتير جدا. يعني انت مثلا لو عايز تبيع او تشتري حاجه عقار او ممتلكات، انت ممكن تقعد في الخبرة ما بين 4 لـ6 شهور، ده خبرة بس. غير انت رافع قبلها بشهر وترجع تاخد القرار بعدها بشهر. طب يا جماعه، ما هو معلش انا لو عندي حد هيشتري المشتري ده، ما هو هيزهق ويمشي. صح، مش هيستنى. بالظبط. وخلي بالك انت بتقع تحت قرار الخبير، بمعنى ان الخبير هيقوله منتمن في بيع او شراء انت ملزم بيه، حتى لو كان العقار يجيب اقل او اعلى من كده. قولا واحدا. وادفع لنا بقيه الفلوس من عندي بقى. صرف. حصل. حصل في حالات كتير عشان يتخلصوا من حاجه معينه، فبتضطر الام ان هي تكمل بقيه الفلوس عشان هي عايزه تخلص مثلا ارض ملهاش لازمه، عايز تشتري شقه لاولادها مثلا دلوقتي واسعار كويسه، حاجه كويسه. بالظبط. هي بتلتزم بقرار الخبير وتكملي من معاكي. مفيش مشكله. ايه تاني نقاط غايبه عنا؟ يعني ايه تاني نقدر نقول انه ظهر خلال المناقشات كانت غايبه عن المشاركين، فمن خلاله ابتدى يعني يبقى في القاء للضوء عليها ويبقى في مناقشات تانيه اكتر، فمنها طلعت المخرجات تطرحوها؟ طبعا كان اهم حاجه استثمار مال الصغير، لان تجميده في البنوك وتركيده مع في ظل العوامل الاقتصاديه يعني كارثي. احنا ممكن، لان انا كده بضر بالصغير بالعكس، مع يعني الوقت الطويل والامد الطويل انا بضطر ان انا الاقي امواله ما بتساويش الربع او النص. فليه ما نستثمرش، ننشئ صندوق لاستثمار هذه الاموال بالطريقه الافضل، مش مجرد يكون الحسابات 7%. ليه ما تضطرش الام او الام تكون قادره على استخراج هذه الاموال من البنوك ووضعها في استثمار واعلى فائده بنكيه ممكنه بما يحقق مصلحه الصغير؟ ده هي مش محتاجه تروح تستخرج الاموال، وده هي المفروض تلقائيا هذه الاموال تدخل على اعلى فائده موجوده، بما ان هدفنا هو الحفاظ. طلبنا بيه الرقمنه، ان المجلس الحاسبي او نيابه الاموال نيابه الاسره للمال ان يكون فيها رقمنه، اقدم فواتير المدارس، فواتير المستشفيات، كل ما يخص الصغير عن طريق الكمبيوتر، بدل مشاوير وبدل ان الطفل فعلا بيتاذى نفسيا من دخول اماكن، يعني اعتقد ان من الصعوبه يدخل فيها في السن ده، فليه ما يكونش فيه رقمنه؟ ده اللي كنا طالبنا بيه، بخلاف طبعا ان احنا نستثمر الاموال. ده غير الولايه التعليميه، دي في مشاكل في الولايه التعليميه، ده غير بالنسبه لي سن الرشد. انا يعني احنا كان برضو اتناقشنا في سن الرشد ليه 18 سنه، ما الصغير بيتحاسب قانون الطفل حدد ان نهايه مرحله الطفوله 18 سنه، واي جريمه بعد 18 سنه بيتحاكم عليه. من حق ان 18 سنه ده يبقى سن الرشد، ان يقدر الصغير يستثمر امواله، خاصه ان في مش 21 يعني. لا لا، انا شايفه ان في نضج فكري بالنسبه للاطفال. ده بيسوق وهو عنده 18 سنه، بيتحاسب وعنده 18 سنه، او بينتخب وهو عنده 18 سنه. في القانون اذا كان هو عنده حريه انتخاب ممثلينه في البرلمان وحريه اختياره لرئيس جمهوريه بلده، ما يبقاش عنده حريه اداره امواله ويتزوج وانه ممكن يتزوج. 18 سنه انا شايفه ان ده سن مناسب جدا ان الصغير يدير امواله، مش 21 سنه. سيادة النائبة، انا شايفه انه الموضوع عدى حته المناقشه، يعني انتوا لازم تاخدوا بقى خطوات اكتر واسرع بكتير، عشان خلاص يعني اللي حصل حصل، وال 70 سنه اللي فاتوا دول خلاص، في اجيال اتظلمت، مش عايزين نظلم اجيال زي جايه. ايه الخطوات الجايه؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل عشان نسرع من عمليه، خليني اقول، عدم الظلم لاطفال كتيره قوي بتمر بهذه الظروف الصعبه؟
يعني انا شفت ان في القاعه اللي تم فيها مناقشه الجلسه بتاعه الوصايا على الماء بصراحه يعني انتهز الفرصه اقول ان الحوار الوطني كان خارج كل التوقعات، ما فيش محاذير، ما فيش تعليمات، ما فيش اي ممنوعات، فبالتالي كان سقف المناقشات عالي جدا، تناول كل حاجه. احنا عايزين قانون الاحوال الشخصيه، قانون متوازن يخص الاسره، يخص الصغير، يسن الرشد، الطلاق، الانفصال، كل ما يخص المرأة والأسرة المصرية. يعني هو برضو الحوار الوطني لما عمل ثلاث محاور، محور المجتمع، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، أنا شايفة أن أشدهم خطورة المحور المجتمعي، لأنه خاص بكل أسرة، بيدخل في أدق تفاصيل كل بيت، هو المعني به كل ست وكل راجل في مصر. فإحنا محتاجين ثورة في التشريعات اللي تخص المرأة، وخاصة فيما يخص الصغير، يخص سن الرشد، يخص كل ما يعني كل ما يخص الاحوال الشخصيه ويخص الاسره المصريه، عايزين تعديلات تشريعيه. عظيم. حضرتك قلت ان انتوا شغالين في التنسيقيه على تعديل القانون بقالكم سبع شهور. دخل فعلا المجلس، واتمنى ان احنا ننزل الدور الانعقاد الجاي، ينزل بقى يتناقش داخل المجلس وينزل جلسه عامه. عظيم. القصد ان انتوا داخلين الحوار الوطني، داخلين ومجهزين انا تقدمت بيه اصلا من رمضان. التشريع ده دخل رمضان، دخل المجلس فعلا. تمام. من خلال حضور جلسات الحوار الوطني حاسين انه هيكون في تغيير، وتغيير سريع كمان، لان احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده. بص انا هقول لك على حاجتين. اولا لما عملنا الجلسات داخل التنسيقيه النقاشيه، احنا خرجنا بعده مشكلات، وجايز دخل ادرجناها توصيات في الحوار الوطني، اللي بامل ان هو هيسرع معايا الموضوع شويه. يعني مثلا زي طبعا التعديلات التشريعيه، احنا عدلنا فيها سن الرشد ان ينزل من 21 ل 18، عدلنا فيها ان الشهادات البنكيه تعتمد من البنك على طول الا في حاله الصرف، رفعت فيها غلصت عقوبه التبديد، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انت عشان ارمله وعايزه اتكلم بقى في النقطه دي، اتكلمينا عنها حاجه للسيدات، فانت لا، احنا غلظنا عقوبه التبديد. عقوبه التبديد كانت في القانون الحالي 100 جنيه او عقوبه حبس اقصاها سنه. يعني عقوبه لا ترتضي، يعني انا بقول له خد بدد، او هو اياميها كان ده مبالغ لا ترتقي للجرم اللي هو بيعمله فعلا. لكن دلوقتي انا رفعت غلص، يعني غلصت العقوبه بتاعه التبديد، اقل حاجه سنه وارتفع حتى 3 سنوات، اقل حاجه مبلغ مالي 10000 جنيه وارتفع حتى 100000، ويمكن الجمع بين العقوبتين. دي ما كانتش موجوده في القانون القديم. افرض مثلا عندي مليونير ملياردير، فيبقى لا، من حق القاضي ان هو يجمع او بين اغلى العقوبتين. بالظبط. ده كان من وسائل الحفاظ على الصغير. طرحت فكره برضو في الحوار الوطني وعجبني جدا ان هي طلعت في التوصيات ولقت اقبال، ودي لان احنا اثناء المناقشات في التنسيقيه لقينا ان في كتير من الامهات بتبقى نفسها تخرج الاموال دي في شكل عقار، في شكل شقه، طبعاً حاجه، بحيث ان يبقى استثمارها اعلى، وفي نفس الوقت بيبقى ضمنت للصغير ده لما يكبر ويبلغ سن الرشد يبقى عنده العقار بتاعه الخاص بيه، لو ولد هيسكن فيه، لو بنت هتسكن فيه او تاجره، يبقى برده في نفس الوقت حافظت على القيمه الماليه بشكل اعلى. فكنت طرحت في الحوار الوطني ان يتم بروتوكول تعاون ما بين وزاره العدل ووزاره الاسكان، على ان هذه الاموال ممكن شراء بها شقق استثماريه تبع وزاره الاسكان. ده بقى هيسهل على الام حاجات كتير. اولا طبعا المخالفات اللي احنا عارفينها في المحليات دلوقتي، صفحه العقار وسلامته وثبوتيته، فهيامن لها ده. تاني حاجه هيوفر لها سبل امان في ان مش هيضحك عليها بقى، مش هتخش في دوامه خبير، والخبير ممكن يلاقي العقار اعلى او اقل في السعر، فبالتالي هيبقى خلاص العقار مسعر حكومي بسعر عادل، عقار مؤمن، هيتم شراؤه من اموال القاصر عن طريق الوصي، بس طبعا بالتنسيق بين الوزارتين. ده عظيم جدا. شايفين ان الموضوع محتاج جلسات حوار مجتمعي، محتاجين نشرك الناس اكتر، محتاجين ننزل ونعمل ابحاث ونسال السيدات اللي تعرضوا لمثل هذه المواقف ايه الصعوبات اللي بيواجهوها، ولا كل حاجه واضحه بالفعل قدامنا دلوقتي؟ اعتقد ان يعني كل حاجه واضحه، والحوار الوطني بيضم القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني كله ممثل بالجمعيات النسوية بالائتلافات، فبالتالي كل فئات المجتمع ممثلة فيه، فإحنا مش محتاجين استطلاعات للرأي، إحنا عندنا المشكلة، إحنا محتاجين حلول للمشكلة، وليس هناك بحث وتقصي على المشكلة، لأن المشكلة واضحة يعني وضوح للعيان. فبالنسبة لنا لا، نبتدي نحط إيدنا على المشكلة، نبتدي نحل، يعني كفايه تصدير مشاكل، احنا محتاجين حلول، احنا محتاجين حضراتكم تبقوا يعني
ورا الموضوع ده لغايه ما يتحل بالفعل. يعني انتوا بداتوا خطوه مهمه جدا جدا، طرحكم للمشكله في البدايه كانت خطوه مهمه، مناقشتكم ليها وطرح بعض الحلول ليها دي كمان حاجه مهمه، لكن الاهم من ده كله تغيير القانون. احنا لازم نغير النهارده اللي موجود ونغير الواقع اللي عايشه ملايين، خليني اقول ما اعرفش العدد، العديد 400,000 ده كان اخر حاجه قد ايه؟ 1,400,000 ده كان اخر حاجه الوزيره قالته من سنه. أسرة 1,400,000 طفل. طفل هي 3 مليون أرملة و300 تقريبا. مليون و400 طفل ده كان اخر حاجه وصلت لها وزاره التضامن من سنه. يعني ممكن طبيعي ان العدد هيكون تزايد. رقم دلوقتي. رقم كبير جدا، ما نحبش ان احنا نشوف اطفال مصريين بيمروا باي معاناه ايا كانت، وده دور الاعلام ان احنا نكون منبر لطرح هذه المشكلات، ودور طبعا الحوار الوطني دور انه يطرح مثل هذه المشكلات وانه يطلع بمخرجات مهمه لمناقشه تعديل قانون الوصايه والولايه. كل الشكر لكم طبعا سياده النائبه ايمان الالفي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين واللي شاركت في الجلسه، وايضا سياده النائبه الفت المزلاوي طبعا كمان عضو مجلس النواب واحدى المشاركين في الحوار. نشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم معنا النهارده. شرفتونا يا فندم. شكرا. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.